بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه، كرنفال افريقيا حديث العالم. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. تتواصل مسيره الكيان واعتقد تجتذب كل الاهتمامات، ودخلنا على مشارف مرحله دور ال 16، والمرحله دخلت في الجد يا باشمهندس. اولا اللي كانوا بيقولوا البطوله دي والترشيحات والتصنيفات، اعتقد ان جاءت مدغشقر لتنسف هذه التوقعات كلها. الحصان الاسود لغايه دلوقتي المتصدره مجموعتها نيجيريا وتونس خيبة الامال. اما الجزائر والمغرب عند حسن الظن بهما، وتبقى مصر هو الاداء واللغز احسن نتائج في الدوره، ولكن اداء غير مطمئن. لكن هذه ملخص الليله حتى الان. ولكن يبقى تاهل منتخب مصر بالعلامه الكامله، وبرغم قياس الحقيقه، لانه في تاريخ مشاركات مصر في بطوله الامم الافريقيه اللي هي اسستها وانشاتها ورعيتها من بدايتها في 57، ما حصلش ان مصر في الدور الاولاني تكسب كل مبارياتها وتخرج بسجل خالي من الاهداف. هي دي. لكن قبل كده حققت العلامه الكامله مع جيرارد جيليه. انما تصعد وخرجوا للاسف في دور وبشباك نظيفه. شباك نظيفه. هو ده الرقم. والمدهش ان يخرج بشباك نظيفه ولا يحصل بطل المباراه الاخيره على افضل لاعب في البطوله في الجوله. عموما يعني مؤكد ان ده كله وقت طويل مع حضراتكم في التحليل ومحاوله شرح ما يحدث، وايضا توقع اللي جاي ايه بالنسبه للمنتخب الوطني والبقيه المنتخبات المتاهله لدور ال 16. في الجزء الثاني من حلقه الليله اللي هيكون فيها ضيوفنا الكبار الكابتن عادل طعيمه الخبير الكروي الكبير، والكابتن احمد بلال جلاد الحراس الشهير، مؤكد ان احنا نتوقف معاهم كتير حوالين ثنايا وخبايا الكيان. لكن لا يفوتنا في البدايه ان ننعي رحيل واحده من بطلات النادي الاهلي، ولما بقول بطلات النادي الاهلي لازم تاخدوا بالكم من القيمه الحضاريه للنادي الاهلي. القيمه الحضاريه للنادي الاهلي متمثله في رياضه السيدات. وقت ما مصر ما كانش فيها كتير من سيدات رياضيات، كان النادي الاهلي، بطلات النادي الاهلي ولاعبات النادي الاهلي هن من يقود الحركه النسائيه الرياضيه في مصر. امبارح يا باشمهندس توفت الى رحمه الله ام العاب القوى كابتن نادي شريف، تاريخ حافل بالعطاء للرياضه في مختلف الالعاب، واكيد كان ليها بصمه كبيره جدا على العاب القوى بتاعتها. ناديه شريف، امينه محمود، ايوه، حنان خالد، كشكيل رياضيه نسائيه اهلاويه. كل في جيلها، كل واحده، لا بالعكس، دول عصروا بعض في مراحل متداخله. لكن كل واحده فيهم لعبت اكتر من لعبه. بجوار العاب القوى، كرة اليد استحوذت على اهتمام الثلاثة دول. فكانوا بطلات بحق. ولكن تنفرد نادية شريف رحمة الله عليها أنها الأم البطلة، الزوجة البطلة، وزوجها بطل رحمة الله على الاثنين، محمود السمان، كان واحد من عباقرة كرة اليد عبر تاريخ كرة اليد. ثم الاثنين آباء لأبطال. ده مجلة الأهلي في تقرير ليها مصنع السماني للأبطال. السماني للأبطال. وليد وعمر. أبطال في السباحة. وليد ده كان بطل وسباح فاز. ودي العائلة ومعاهم أبطالهم وأولادهم كلهم من أصحاب الميداليات. يعني لو الصورة دي متحضر لها كويس، كان كل واحد طلع بميداليته. محمود السمان، نادية شريف رحمة الله عليهما، ثم الأبناء الأبزاز. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وكل قطاعات النادي الرياضية بينعون ببالغ الحزن والأسى رحيل الكابتن نادية شريف، واحدة من بطلات النادي الأهلي
وصاحبات البصمة الرياضية الكبيرة جدا. كمان نادية شريف، بس عايز أضيف عشان تاخد حقها مظبوط، ظلت في الملاعب كإدارية ومصنع أبطال بقى، مدربة وإدارية، يعني لم تبتعد يوما عن النادي الرياضة والنادي. كابتن نادية شريف عليها رحمة الله مارست العديد من الألعاب الرياضية، كانت لعبة اللعبة الوحيدة في مصر والعرب وأفريقيا، ده وسام الجمهورية من الرئيس الراحل أنور السادات. مارست أكتر من لعبة في كرة اليد والسباحة وكرة السلة وألعاب القوة والتزحلق، وكانت رياضة التزحلق موجودة ضمن رياضات النادي لغاية كشكول بالمعنى الحقيقي عام 85. اشتغلت نادية شريف بعد كده مدربة لألعاب القوة في النادي لغاية 2014، يعني لغاية 5 سنين فاتوا كانت مدربة لألعاب القوة في النادي. خلال مسيرتها نادت وسامين للجمهورية، الأول كان من الرئيس جمال عبد الناصر والتاني كان من الرئيس أنور السادات. حصلت على لقب الأم المثالية للنادي الأهلي 3 مرات، كونها أم أبطال مثلوا النادي ومصر في العديد من البطولات المحلية والقارية، زي ما أشار المهندس عدلي. الابن الأكبر ليها هو وليد السماني، كان من هو من مواليد 73 وأحد أبطال الأهلي في السباحة وكرة الماء. صورة بتجمعني بيها، كنا بنكرمها برضه. وحتى العمومي، وحصل على وسام الجمهورية وليد السماني. الابن الثاني للكابتن نادية شريف هو عمر السماني من مواليد 78، كان لاعب كرة ماء وأيضا شارك في أولمبياد أثينا 2004 وحصل على لقب البطولة العربية. تاريخ حافل بالعطاء الحياة للكابتن نادية شريف، تغمدها الله بواسع رحمته. يعني نفيسة الغمراوي، نادية شريف، لا ما هو رائد الرياضة النسائية في مصر، دي مش عايزة حطمت العديد الحياة من الأرقام القياسية. أنا بقول لكم هي أم الألعاب، يعني إذا كانت أم الألعاب ألعاب القوة، نادية شريف أم الألعاب، لأن حطمت كتير من الأرقام القياسية في عدة مراحل، خلت الاتحاد المصري يحط حد أقصى ليها عند صرف المكافآت. يعني لما كانوا عاملين مكافآت لكل تلعب أكثر من إيفنت، فبتلعب في كذا رقم أو في كذا سباق وبتكسر الرقم. لكن من ضمن أرقامها في ال 100 متر و 400 متر حواجز في مسابقات السرعة والمتوسطة والطويلة، وأيضا في اختراق الضاحية والنصف ماراثون للسيدات. ما سابتش حاجة غير الرمي في ألعاب القوة. وعلى فكرة كان ليها في الرمي برضو بطولات. عملت مدربة للأهلي زي ما قلت لكم لغاية 2014. يعني أنا أذكر برضو أستاذ إبراهيم إنها كانت بترمي قرص. أذكر هذا. قرص وجولف أعتقد يعني كان واضح فكرة الرياضية الشاملة، يعني فيها مش الشاملة الكاملة. يعني ما فيش حاجة ما كانتش بطلة فيها. ولم ينافسها زي بقول لك كده غير أمينة محمود ثم حنان خالد. ثم حنان خالد، بس حنان ما كانتش بالشمول ده. لكن برضو كانت كشكول يعني. طيب ده فيما يخص الأهلي وألعاب القوة وفقدان بطلة رياضية كبيرة في حجم الكابتن نادية شريف. في كرة القدم، وأكيد حضراتكم طبعا في الزحمة الدوشة بتاعة الكان والكأس الأمم والصراعات الكبيرة اللي في الملاعب، الكل بيترقب الأهلي بيعمل إيه. الدوري مخلصش، الدوري لسه في الملعب، الناس دي صممت إن الدوري لسه هيتلعب بعد كأس الأمم، فعشان تكونوا فاكرين، لأنه الناس يعني الناس عمالة تشتغل في موسم الانتقالات. وعمالة تقدم عروض وانت شغال وبعدين لسه بنلعب في الدوري. والله العظيم شيء غريب يعني. الاهلي بيواصل تحضيراته لغايه لما هيسافر ان شاء الله لمعسكر الاعداد في اسبانيا. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيجتمع مع 3 الكبار اللي موجودين، حسام عاشور وعمرو السليه وحسين الشحات، عشان التجهيزات المعنويه والفنيه للمرحله الجايه. وبيتكلم الكابتن سيد على المعسكر اللي هيكون في اسبانيا ان شاء الله، بياكد على انه الامور هتشهد باذن الله تلبيه كل احتياجات الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر. الفتره الحاليه انتظم فيها كل اللعيبه، خاصه اللعيبه المحترفين اللي كانوا اخذوا اجازات وسافروا. وليد ازارو رجع وانتظم، علي معلول رجع وانتظم، جونيور اجاي النيجيري ايضا، بالاضافه الى بقيه اللعيبه اللي كانوا مع المنتخب الاولمبي وانتظموا في تدريبات الفريق. الكابتن سيد أشار إلى أنه الفريق بيخوض مرانه على فترتين في الفترة الحالية بناء على البرنامج الفني والبدني، وشدد على أنه ده جانب من المران الصباح اليوم،
وقال الكابتن سيد ان معسكر اسبانيا ان شاء الله هيكون فيه ثلاث مباريات وديه متدرجه المستوى خلال هذه الفتره. حدد لها كمان هيلعب الاهلي وديا في اسبانيا 15 و11 11 و15 7 و11 و15 يوليو ان شاء الله. والجهاز الفني بيستقر على تصعيد بعض الناشئين، لانه الحقيقه الخواجه لما شاف عدد من اللعيبه الناشئين الواعدين في النادي الاهلي صمم ان يكونوا موجودين معاه في الفتره الحاليه ويسافروا معاه كمان فتره المعسكر في اسبانيا. من الوجوه الجديده مواليد 97، انتوا عارفين 97 ده الطرح الخصب جدا للاهلي، يعني عنده عدد كبير من اللعيبه المتميزين المعارين. وكمان الخواجه اكتشف مجموعه من اللي اتمرنوا معاه صمم على استمرارهم وعلى سفرهم كمان معاهم فيهم مش عماره ده لعيب مواليد 97 مساك، صلاح اوتاكا ده ديفندر مواليد 97 وفي نفس السن ايضا ديفندر وطرف، مصطفى عزت، يوسف علاء جناح ايمن، فادي فريد راس حربه صريح، محمد عبد المنعم مواليد 99 ده مساك، رمضان ابو حطب ده حارس مرمى، وطبعا عربي بدر مواليد 2001 ده هاف ديفندر واعد واصغرهم، وهشام شعبان مواليد 97 بيلعب راس حربه وجناح ايسر. يعني مجموعه يمكن ما حدش كان واخد باله منها في المتميزين دول يا باشمهندس. بص طبعا التركيز دلوقتي في المعسكر مع المجموعه دي لانه معظمهم 97 ايوه، يمكن واحد او اثنين 99 اللي هيبقى لهم نظره فاحصه وبعنايه شديده على اسماء محدده في الفتره اللي بعد كده. لكن ال 97 بالاضافه الى المجموعه المعاره اللي متقيمه كان ممكن تبقى موجوده في المعسكر لولا ان الدوري ماشي. أي. في ناس اعارتها لسه في الدوري. فطبعا اعتقد ان هيبقى في فرصه كويسه للتقييم الحقيقي لاحتياجات النادي الاهلي من هذه العناصر، وفي ناس مطلوبه للاعاره بشده من اكثر من نادي من المجموعه دي، برضو هيترك حريه للاعيبه دي انها تقرر اذا كانت تختار الاعارات والانديه اللي هي عايزه تطلعها. لكن انا بقول لك كل دي مواهب هتثري الكره المصريه باذن الله والنادي الاهلي. طيب راي الكابتن سيد عبد الحفيظ فيهم ايه؟ بيقدمهم ازاي من خلال المعسكر؟ نشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ في مران الاهلي اليوم وهو بيتكلم عن هذه الظهور الجديده. طبعا الحمد لله يمكن فتره الاعداد بدات بالنسبه لنا يوم 22، كان الاسبوع الاول ماشي بشكل كويس الحمد لله رب العالمين. احنا في الاسبوع الثاني كل اللعيبه انضمت، كل اللعيبه اللي كانت مسافره رجعت، كل اللعيبه الاجانب علي معلول ووليد ازار واجايه كلهم رجعوا باستثناء يمكن جيرالدو المتواجد مع منتخب انجولا، والرباعي طبعا المنتخب بنتمنى لهم كل التوفيق باذن الله وخدنا لنا البطوله الثامنه باذن الله على ارضنا وسط جمهورنا باذن الله، يعني الشناوي ومروان محسن ووليد سليمان وايمن اشرف باستثناء اللعيبه ديت، كل اللعيبه موجوده سواء كانت لعيبه المنتخب الاولمبي او المحترفين الاجانب يعني او اللعيبه الشباب الصغيره او لعيبه الفريق الاول. يعني طبعا يمكن انا فرحان جدا بتواجد اللعيبه الصغيره في الوقت الحالي، يعني يمكن مردودهم كان مش عايز اقول مفاجاه بالنسبه لي لكن ماشيين بشكل كويس جدا. بعضهم هيبقى موجود معنا في المعسكر بشكل كويس، مستواهم لحد كبير جدا 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 مطمنا ومريحنا. يمكن مجموعه من اللعيبه الشابه اللي هيبقى لها تواجد ان شاء الله الرحمن في الفتره اللي جايه باذن الله استمروا بالشكل ده، لازم يستمروا بالشكل ده بالمجهود اللي بيعملوه بالشخصيه اللي عبروا عنها في خلال التدريبات. مجموعه من الشباب بالاضافه طبعا لعمر حمدي اللي رجع لنا من الاعاره، يعني محمد عبد المنعم وميشو وهشام وفادي وصلاح، مجموعه كويسه جدا. محمد عبد المنعم اتمنى له ان هو يمشي بشكل كويس قوي في الفتره اللي جايه. عمار حمدي نفس الكلام، ميشو نفس الكلام، والمجموعه اللي انا قلت اسمها سعيد جدا جدا بمستواهم ومردودهم اللي عملوه واتمنى الاستمراريه على كده باذن الله.
مجموعه كبيره ممكن تبقى موجوده معانا وعلى حسب اختيارات مستر مارتن اللي اثرت يعني. لكن زي ما قلت في محمد عبد المنعم قد برضه كويس قوي، في صلاح ماشي بشكل كويس، في يوسف علاء برضه خامه كويسه جدا، في هشام، في فادي، في صلاح، في عمر حمدي طبعا المتواجد بعد اعارته يعني. ان شاء الله الرحمن الفترة اللي جاية تشهد مجموعة من الناشئين، لكن أنا على المستوى الشخصي سعيد بمردودهم، سعيد بشخصياتهم، سعيد بمستواهم. مش عايز أقول مفاجأة بالنسبة لي، لكن أعتقد إن حاجة إيجابية جدا جدا يعني إن يبقى معاك عدد من اللعيبة المميزة في من الناشئين. أتمنى إن هم يستمروا على كده، ما تبقاش المرحلة بس المرحلة الأولى، أتمنى إن هم يستمروا على كده إن شاء الله الرحمن، لكن سعيد جدا بمستواهم يعني. بالنسبة للمعسكر إسبانيا، كان انا وامير توفيق سافرنا اخترنا معسكر مناسب ان شاء الله الرحمن لفتره اعداد بالنسبه لنا هناك ان شاء الله الرحمن. هيتخللوا ثلاث مباريات، يوم 7 ويوم 11 ويوم 15. نامل ان شاء الله الرحمن ناخد كل الاجابات منه وكل الاهداف بتاعتنا تتحقق ان شاء الله الرحمن. واضح القناعه من كلام الكابتن سيد، واضح ان في عندك مجموعه. احنا قلنا هذا الكلام وهي نتائج ال 97 يعني بتقول كده، بتقول ان في مواهب جامده جدا فيها. 99 ايضا فيها اربع خمس اسماء تقال يعني، ده بخلاف طبعا 2000 و2000 كل ما بتنزل العدد بيزيد. لا، في المواهب موجوده بكثافه الحمد لله. فارجو ان النادي الاهلي اولا يجد ضلته في حد منهم، ولذلك كان في تحفظ من مستر لسارتي وهو بيتكلم على احتياجاته من خارج النادي الاهلي. ما يعني مش عايزها الا في ضيق الحدود، وفي مركز او اثنين وحددهم يعني. فارجو ان احنا نشوف موسم جيد يدار بشكل جيد، لان لا يمكن ان تستمر الامور على ما هي عليه. لابد بقى نرجع نتمسك بكل اللوائح الدوليه، الفير بلاي، الانفاق المالي النظيف، ايوه، البدايات والنهايات المحدده. طبعا الاتحاد الاوروبي بيستبعد الميلان من بطولات اوروبا كلها يا حبيبي عشان خرق والله صدقني اللعب المالي النظيف. والله صدقني لولا بس نغمه يعني، انا اخشى ان يفيض الكيل او ينفذ الصبر وحد يلجا للاتحاد الدولي. مفيش جدال انه هيلاقي خروقات جامده جدا في الدوري واداره المسابقه. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين احنا نصلح من حالنا. وقلنا يا رب تكون البطوله دي هي بدايه الاصلاح، وباذن الله تكون ان شاء الله. ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ اجتمع يمكن مع حسين السيد لاعب الاهلي المعار للدوري السعودي، رجع واجتمع مع كابتن سيد وشارك في المران ضمن فترة الإعداد، ورجع من الفترة الأخيرة ظهر في هذه التدريبات بحالة جيدة، مستمر في إعارته، مش كده يا باشمهندس؟ لا، هو لسه يعني القرار، لأنه هو لاعب مميز جدا. فبرضه متروكة للجهاز الفني، وحسب برضه اللاعب ممكن يكون جاي له حاجة يعني، يقول لك طب سيبني السنة دي كمان. لو حاجة محترمة وتليق بيه وتليق بالنادي الأهلي ويمكن إرجاء عودته يعني، كلها أمور هتبحث بموضوعية شديدة. في حراسة المرمى بقى المتألق محمد الشناوي حارس مرمى مصر بيحظى بمتابعة واهتمام الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس، اللي عبر عن سعادته الكبيرة بالمستوى اللي واصل له محمد الشناوي واللي ظهر عليه في المنتخب. وقال الكابتن طارق إن الشناوي بيعيش حالة من التركيز الشديد وحفاظه على نظافة شباكه في الثلاث مباريات نتاج هذه الحالة الجيدة اللي بيعيشها، خاصة المباراة. بص يا أستاذ إبراهيم، احنا أحيانا نقول كلين شيت ويكون يعني اختبر مرة أو اتنين، لكن امبارح لا، ده ماتش كتب باسمه. صحيح، لأنه إذا قلنا الجون حارس المرمى له تأثير أو جزء كبير من النتيجة، بالأمس كان محمد الشناوي في هذه الحالة. ولذلك تجد جميع الاستوديوهات اختارته رجل المباراة، جميع الاستوديوهات حتى لو اللجنة ما اختارتهوش، لكن الناس كلها أجمعت. اللجنة طلع طبعا كابتن شطة وضح حاجة معينة، آه، إن في كرة أو اتنين اعتبروه بيضيع وقت،
لكنه حقيقة الأمر قد يكون في إصابات يعني، خصوصا الكرة الثالثة اللي هي عدت منه والناس افتكرت إن أو وقيل إن هو يعني ما طلهاش فضيع وقت، لا وهو نازل في ركبة حد من زمايله جت في ودنه وهو مسك ودنه يعني يا ريت اللقطة لو عندنا ومسموح إن احنا هتبقى واضحة جدا، ما كانش بيدعي الإصابة فهو يعني اتظلم في التقييم ده، لكن يكفي ان تقدير الناس له في الاخر، انت احترام الناس اهم شيء، احترام اللعيبه اهم شيء، احترام الجماهير اهم شيء، مفيش استوديو داخلي او خارجي ما قالكش ان الشناوي بطل هذه المباراه، بس هو يحافظ على كده. وكمان الرقم الشخصي للشناوي انه لوحده يخوض مباريات الدور الاول ويطلع بشباك نظيفه، الدورة اللي فاتت في 2017 مصر حافظت على شباكها في الدور الأول بس كان بمشاركة 2 حراس مش حارس واحد. أيضا مصر سبق ليها أن هي حققت الرقم ده في 94 لما أقيمت البطولة بمشاركة 3 منتخبات فقط في كل مجموعة مش 4، ليصبح الشناوي هو الحارس المصري الوحيد اللي حافظ على شباكه في 270 دقيقة في دور المجموعات. ده حاجة كويسة. الحالة الذهنية والتركيز عجبني جدا جدا بقى لما طلع اتكلم بعد المباراه. في تواضع، ما كانش في غضاضه عنده. ما عادش بقى يعيش دور الزعلان وانا انا اشاد بزمايله، اشاد بالروح القتاليه. عبر عن اسفه لاصابه جنش وقال ده زميل عمري وده راجل وهيرجع احسن مما يكون. كان يعني تصريحاته كلها ايجابيه تعكس على نضج الشناوي وتعكس على انه ناوي ياخد الفتره الجايه. الشناوي ناوي. ها؟ الشناوي ناوي. الشناوي ناوي على انه يحافظ على هذه المكانه وباذن الله يعني ينتظر الكثير يعني. طيب دي اشاده المهندس عدلي بالشناوي، نشوف راي الجمهور كمان في حارس مصر المتالق. في تحفظ طبعا على بقى اداء الفريق ككل. احنا كنا نتمنى ان يكون الفريق احسن، بس احنا عزائنا الوحيد ان احنا خدنا المطلوب من المباراه وخدنا المطلوب من الدور الاولاني، وبنقبل ان شاء الله في الدور الثاني والادوار الادوار الاقصائيه يظهر فريقنا بمستوى الحقيقي. احنا عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا، على مستوى عالمي، ونتمنى ان هو ده يظهر في الفترات اللي جايه ان شاء الله. الشناوي رجل المباراه الاول في الشوط الاولاني شال عده فرص محققه للفريق الاوغندي، فيعني بنحييه تحيه خاصه جدا 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 على المستوى اللي ظهر بيه. بنبارك لمنتخب مصر وللجماهير الكبيره اللي كانت حاضره هنا وفي الاستاد. تمام، طبعا المنتخب كويس بيتطور ماتش مع يعني ماتش مع الثاني. تمام، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن يعني. هو بلا منازع الشناوي، الشناوي شايل كتير يعني، مش عشان اهلاوي لا، الشناوي شايل اجوان كتير وكله متفق ان الشناوي هو نجم اللقاء يعني. احنا طالعين 3 مباريات كلين شيت، 5 اهداف كده زي الفل يعني، مش محتاجين حاجه تاني. المباراتين الاولانيين كان مستوى اقل شويه، انما المباراه ديت بصراحه الشناوي كان 100 100، كل اللعيبه اجتهدوا والحمد لله عملتوا مباراه كويسه وعايزين المزيد احسن من كده. نجم المباراه محمد الشناوي بصراحه يعني، الحمد لله ربنا وفقنا، وبرضه بالخبره بتاعت مصر قدرنا نفوز 2-0. فريق تاني سهل مش سهل يعني، فريق صعب جدا، والاداء كويس وربنا يوفقهم، هيتحسن الفتره اللي جايه ان شاء الله، هيتحسن وهيبقى حاجه جميله ان شاء الله. اداء منتخب مصر هو زي بقيه الماتشات اللي فاتت، للاسف شوط اول قوي جدا وكويس جدا، الشوط الثاني مش عارف ايه اللي بيحصل في المنتخب، نفس المشكله النادي الاهلي عاني منها فتره كبيره، بس الحمد لله دلوقتي يمكن في الدنيا اتظبطت. في المنتخب لسه في علامات استفهام بصراحه الشوط الثاني، انا الان المنتخب يلعب ماتش قوي بعد كده الله اعلم، بس اهم حاجه الحمد لله، الحمد لله على المكسب والحمد لله على تصدر المجموعه، وان شاء الله يكون خير الفتره الجايه. الحمد لله المنتخب تصدر وجاب 9 نقاط، بس احنا النهارده بنشوف في افريقيا بنشوف منتخبات صغيره ما بقتش صغيره. النهارده مدغشقر كسبت نيجيريا 2-0، منتخب مصر بالاداء ده لا هو اداء يخوف يعني، الحمد لله على النجاح في جمع النقاط، لكن لو قابلنا فريق كبير، قابلنا كوت ديفوار، قابلنا المغرب، شفنا المغرب والجزائر وفرق بتلعب كره جميله جدا بصراحه، الاداء اداء المنتخب
برضو علامة استفهام كبيرة، يعني علامة استفهام. شابول الشناوي وشابول كابتن أحمد ناجي، ما شاء الله ما شاء الله. الشناوي حارس مصر الأول، أو بمعنى صح حارس مصر الأوحد. النهارده منتخب أوغندا يعني ما كان بيحاول إنه يوصل، ما وصلش. أنت النهارده بتحط جون وبتريح وبتلعب برضو في أريحية وما عليكش ضغط ولا أي حاجة. لكن إحنا يهمنا إنك تفل أي كل الأدوار كده، إنك تجمع 9 نقاط توصل أول مجموعة خلاص أنت كده بتستريح. أيا إن كان أنا يهمني إن أنا أوصل كل دور للأدوار اللي بعده، ما يهمنيش أي أداء، لا تفرق الأداء بتاع المنتخب، يهمني إن أنا أوصل النهائي. لو وصلت النهائي وأنا ما فيش أداء هبقى كويس، لكن لو عملت أداء كويس وطلعت، مش هقول طلعت بأداء مشرف، لا هي بيزنس وتحسب كده. ما شاء الله ربنا يكرمك وتكمل الادوار الثانيه كلين شيت، وان شاء الله انت معروف انك حارس مرمى الاول للاهلي وحارس مرمى المنتخب الاول، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق وتبقى احسن لاعب في البطوله ان شاء الله. يعني المسألة لما تبقى واضحة قوي ما بيبقاش عليها خلاف بين الخبراء والجماهير. يعني تعكس رؤية ناضجة جدا للجماهير. كل الناس عرفت ان احنا خدنا المطلوب من هذا الدور، كل الناس اشادت بالنتيجة، تحفظت على الأداء، اختارت الشناوي رجل المباراة، وكل الناس قال لك نرجو في الأدوار الإقصائية، شوف التعبير بتاعهم، ان أدائنا يتحسن وبرضه بالكلين شيت وان احنا نكمل بالطريقه دي. وهذا يعني يبقى لو تحقق يبقى باذن الله انا هطمئن على الاهلي من دور الاربعه. لو وصلنا له الصعوبات هتبقى قبل كده باذن الله، ما حدش يوقفك. رغم اطمئن على المنتخب. انا قلت الاهلي؟ الاهلي هو المنتخب والمنتخب لا بقى. يعني المنتخب طبعا المنتخب، احنا ما حدش يعني هو المنتخب دلوقتي، لكن انا بكلم بنفس المشاعر ان انا بشوف الاهلي ازاي باستمرار. لما توصل للادوار الحرجه مستواك بيتحسن فيها. اعتقد تركيزك بيعلى بقى. تركيزك بيعلى، لا وفي هيحصل انسجام اكتر والدوافع هتزيد عندك. انت ممكن تكون في بتحقق المطلوب فاللعيبه بترخرخ شويه. هتشوف صلاح احسن، هتشوف تريزيجيه احسن، هتشوف طبعا مستوى المنافس هيشدك، الدفاع هيكون اكثر صلابه مؤكد. انا مبسوط لحد دلوقتي من اداء ايمن اشرف جدا، ومبسوط شايف ان المحمدي يعني اكتر مره بيدي منتخب مصر وبيحقق بشكل ايجابي معانا. سيبك من الاجوان اللي بيجيبها، انا بتكلم على اداءه هو. طبعا ليا اعتراضات على بعض حاجات، لكن لازم ادي الايجابيات الاول لانه ده اللي احنا عايزينه. منتخبنا يشي بالكثير، لكن لو فضل على الاداء بتاع امبارح هنبقى قلقانين، لان قدامك منتخبات بتدي اداء هايل. طيب هقول لكم بعد شويه المسار ماشي ازاي، لكنه على ذكر الاهلي وطمانه حضراتكم على لاعبته كريم ندفد. كريم ندفد اللاعب اللي بدا الموسم بشكل هايل جدا، الحقيقه شغل كل المراكز اللي احتاجها الجهاز الفني بكفاءة عالية جدا. لما لعب باك رايت نسانا غياب أحمد فتحي ومحمد هاني في مرحلة، لما لعب هاف ديفندر نسانا ابتعاد حسام عاشور في الفترة بتاعت إصابته، ولما حتى بيلعب تحت رأس الحربة بيبقى عنده قدرات هجومية هايلة جدا. كريم ندفد اللي بينفذ برنامجه التأهيلي رجع من رحلته في ألمانيا واطمأن بشكل عالي جدا على تنفيذه للمراحل المتقدمه من برنامجه، وانتم عارفين انه كان اجريت ليه جراحه في غضروف الركبه تحت اشراف البروفيسور فايلر، وبدا يدخل في المراحل المتقدمه في طريق العوده للملاعب ان شاء الله. عمار حمدي اللاعب الموهوب اللي كان معار في الاتحاد السكندري وانتهت اعارته ورجع، الخواجه لاسارتي متمسك بيه وهيسفره معاه كمان لمعسكر الاعداد، بيواصل عمار تدريباته مع الفريق. فضل الجهاز الفني إراحته من تدريبات النهاردة واكتفى بتدريبات تأهيلية خفيفة، لأنه كان بدأ يشتكي من بعض الإصابة الخفيفة بكدمة في الكوع. نفس الإصابة كان عانى منها علي لطفي حارس المرمى اللي اكتفى أيضا بتدريبات خفيفة، والكابتن طارق سليمان مدرب الحراس اجتمع في جلسة مع علي لطفي لتأهيله للمرحلة اللي جاية. أي إصابات بعيد عن العضلات والأوتار
يعني بنقدر مقدور عليها مقدور عليها. التمزقات العضلية يليها الإصابة في الأوتار أو يسبقها في الخطورة الإصابة في الأوتار، حتى العظم مقدور عليه. طيب بنحاول نطمنكم على أحوال الأهلي والأمور ماشية الحمد لله في الاستعدادات والتجهيز على أفضل ما يرام، حتى كل اللي انتوا في دماغكم في الحديث عن الصفقات والتدعيمات وغيره كل الأمور بتسير في اتجاه إيجابي جيد جدا، وزي ما تعودتوا دايما الحاجة اللي بتنتهي أو بينتهي منها مسؤول النادي بيتم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح. في الألعاب التانية أيضا عملية التدعيمات بتسير على قدم وساق، والكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي له تصريح بيأكد على أنه كل الألعاب بتحظى بتدعيمات كبيرة جدا، تم دعم فرق السلة واليد، لكنه كابتن رؤوف بيقول مش ده نهاية المطاف، في تدعيمات أخرى قادمة قوية جدا. والكابتن أشرف توفيق المدير الفني الجديد أو العائد لتولي مسؤولية قيادة فريق الباسكت هو اللي هيختار بفاضل بين عدد من اللاعبين الأجانب عشان يختار أفضل ما فيهم لتدعيم الفريق في المرحلة اللي جاية إن شاء الله. بص هو الجماهير الآن على كرة اليد وكرة السلة، رغم أن احنا تاريخنا في كرة السلة مش كبير، لكن طموحنا الحالي كبير. كرة السلة في السنين الأخرانية بدأت تجيب تخطف بطولات كده، سواء على قطاع الناشئين أو الدرجة الأولى، والناس حاسة أن بشيء بسيط من الاختيار السليم للعيبة الأجانب في كرة السلة كان ممكن تفرق كتير جدا السنة اللي فاتت معانا. الكابتن رؤوف أنا بتابع معاه، هو مركز قوي في كرة اليد وكرة السلة. تنس الطاولة ده منه فيه يعني عمال أجيال تسلم أجيال، بسم الله ما شاء الله الشغل هايل فيه. واضح إن الكابتن الخطيب بنفسه مجتمع مع النشاط الرياضي والأجهزة عشان يطمئن على سير الدعم والموسم الجديد. إذن الترتيبات الترتيبات كلها بتسير في كل الألعاب على أفضل وضع ممكن، وسواء في قطاعات الناشئين نبيل بخيت وطاهر رجب سواء في قطاعات الناشئين في مختلف الألعاب أو على مستوى الفريق الأول، دي كلها جانب من اهتمامات مجلس فتحي عبده جهاز تنس الطاولة محمود الخطيب ويوسف ربيع تنس الطاولة. والحقيقة كابتن رؤوف عبد القادر كمان له تصريح إنه في السلة تمت بعض التدعيمات لكنه مستمرين فيها للمرحلة اللي جاية علشان يقدر الأهلي يدخل الموسم بإذن الله بتدعيمات قوية لكل كابتن حمدي الصافي الألعاب المختلفة في النادي. الأهلي تعاقد مع أحمد عمارة في كرة السلة، لكن ده أولى صفقات الأهلي. لو استطاع النادي الأهلي أن يحسن اختيار اللاعب الأجنبي، هو ده الزمالك تفوق بلاعب أجنبي، واخد بالك؟ طبعا. لو أنت استخترت الأجنبي كويس بقية الفرقة هتشد معك. طيب في كرة في الكان بقى والاستعدادات بتسير على قدم وساق، هحطكم في الصورة جزئيا، وبعد الفاصل طبعا في الفقرة الثانية اللي هيكون معانا الكابتن الكبير والخبير الكروي الكبير الكابتن عادل طعيمة ونجم التحليل المنطلق الكابتن أحمد بلال، هقول لكم الدنيا ماشية إزاي نسبيا، ممكن هنلعب مع مين، لأنه لغاية دلوقتي المسألة فيها لغز شوية. تابعتوا حضراتكم طبعا النتائج النهاردة، أسفرت المسألة في المجموعة الأولى مصر خلاص بالعلامة الكاملة، دخلت أول المجموعة الأولى بتسع نقاط، دخلت معاها أوغندا أربعة، الكونغو الديمقراطية غالبا دخلة ثالث لأن عندها ثلاث نقاط، والأهداف هتبقى مؤثرة، حسبة الأهداف له عليه هي اللي هتحسم المقعد الثالث في أكتر من مجموعة. الكونغو الديمقراطية على نضيف ليها أربعة وعليها أربعة، وده نعمة لأنه لقوها عليه كتير قوي، فواضح أنه الكونغو الديمقراطية حتى الآن بالثلاث نقاط والسكور السلبي لا ليها ولا عليها عندها فرصة كبيرة جدا أن هي تكاد تكون ضمنت الدخول للدور 16 كثالث مجموعتنا. المجموعة الثانية يعني مدغشقر الكونغو رغم الأربعة اللي
ما ليها اربعه وعليها اربعه، غيرها عليه كتير بقى. غيرها هلاقي مثلا، خدوا بالكم حاجه، الست مجموعات في مجموعتين اتنين بس مش هيأهلوا، اربع مجموعات هيتاخد منهم تالت، احسن اربع توالت. يعني في في اتنين في اتنين بس اللي هم في اتنين توالت هيخرجوا. ايوه. المجموعه الثانيه مدغشقر سبع نقاط، مفاجاه البطوله طبعا جدا. طبعا الحصان الاسود تكسب نيجيريا 2-0، غينيا اربع نقاط. اذا غينيا ضمنت الدخول، غينيا ضمنت الاربع نقاط، مفيش تالت، هيبقى باربعه، قليلين اللي هيوصلوا لاربع نقاط. فالمجموعه الثانيه اوكي قدمت التالت. منتخب مصر كاول المجموعه الاولى، الجدول قال انه هيلعب مع تالت التالتة او تالت الرابعة او تالت الخامسة. وهنا لما اتقال تلاتة لانه مؤكد هيبقى واحدة من التلاتة، لانه اللي هيجل اتنين، فحتى لو جلت التالتة والرابعة يبقى عندك الخامسة، جلت الرابعة والخامسة يبقى عندك التالتة. فمبدئيا كل فريق لما بيتقال له ده او ده او ده، التلاتة لانه حتما هتيجي واحدة منهم. فانت هتلعب لو التالتة جت، لو في المجموعة الثالثة اللي فيها الجزائر والسنغال وكينيا، طيب الجزائر تسع نقط دخلت بالعلامة الكاملة أول، السنغال ست نقط دخلت تاني، كينيا عندها ثلاث نقط بس ليها ثلاث أهداف وعليها سبعة. ما أنا بقول للمهندس عادل استنى، لأنه في ناس عليها بلاوي سودة. أيوه ده ليها ثلاثة وعليها سبعة، في مديونة بأربع تجوان. إذن كينيا لغايه دلوقتي ما عندهاش فرصه انها تلعبنا او انها تصعد، لكن ده متوقف على بقيه المجموعات، لان انا هلاقي في المجموعه الرابعه المغرب عندها تسع نقاط دخلت، كوت ديفوار عندها ست نقاط دخلت، جنوب افريقيا، لان احنا لو ما لعبناش مع كينيا هنلعب مع جنوب افريقيا. جنوب افريقيا عندها تلات نقاط بس ليها جون وعليها جونين. دي رهيبه دي. فهي ماينس جون، لكن عندها فرصه في مباريات بكرة. الخمسة مالي عندها أربع نقاط، تونس عندها نقطتين. يعني إيه عندها فرصة؟ هي لعبت ثلاث ماتشات. لا هكلمك على الباقيين، عندها فرصة إنها تبص على بقية المجموعات. يعني هل حالها هيكون أفضل من، لأن أنا ألاقي في المجموعة الخامسة مالي عندها أربع نقط، تونس عندها نقطتين، أنجولا عندها نقطتين، موريتانيا عندها نقطة. طيب بكرة مالي هتلعب مع أنجولا. مالي وانجولا المنطق يقول ايه؟ المنطق يقول درون. درون. الدرون هيخلي مالي خمس نقط وانجولا ثلاث نقط. تونس هتلعب مع موريتانيا. لا هتكسب. تونس تكسب النقطتين اللي عندها هيبقوا خمسه. دخلت. دخلت هي ومالي اول وتاني. وفرق مباراتهم مع بعض كانوا تعادلوا. هي مالي عندها سته؟ مالي عندها اربعه وتونس عندها اثنين. بس مالي هتلعب مع انجولا، انت اعتقدت او توقعت تعادلهم. ما هي عايزه تعادل مكسب هتخش. بالظبط. خساره هتخش. احسن توالي، مش عندها اربعه؟ داخله داخله. مالي اربعه وتونس اثنين. مالي داخله داخله. وانجولا اثنين، انجولا اثنين برضه. ما هو اصبر علي. اه. مالي عندها اربعه. يا تخسر فتخش احسن ثلاث توالت. لان ما حدش عنده اربعه غير مين قبل كده قلنا؟ غينيا. غينيا. يبقى مالي وغينيا هيخشوا. هتبقى عندك اثنين تاني. مالي انت هتدخلها بكام؟ انت اعتقدت ان مالي عندها اربعه. اه. داخله داخله. ما هي ما هي تهلق اول او تاني. او تالت. او تالت. ما فيش حد عنده اربعه غير غينيا. اه لو خسرت من انجولا هتدخل اربعه. صح. هتخش؟ اه. اول هي دخلت. هي دخلت اه. بس هي عايزه تخش تونس اول. تونس لو اتغلبت ما تدخلش خالص. لا تونس لو اتغلبت بره، لو اتعدت يبتدوا يبصوا عليها هي والتوالت التانيه. هي والتوالت. المجموعه السادسه الكاميرون. بس تونس مع موريتانيا لا يعني. الكاميرون عندها اربع نقط، غانا عندها نقطتين، بنين عندها نقطتين، وغينيا الاستوائيه عندها نقطه. غينيا الاستوائيه هتلعب مع غانا. المنطق انه غانا هتكسب. فالنقطتين بتوع غانا هيبقوا خمسه. بس الكاميرون عندها أربعة وهتلعب بنين. وغانا ده آخر ماتش ليها؟ اه. غانا نقطتين، الكاميرون يا أخي أنا شفت لهم ماتشهم الأخراني ده. فمنطقيا كاميرون تكسب بنين هتبقى الكاميرون سبعة تدخل أول. غانا عندها نقطتين تكسب غينيا الاستوائية
تبقى 5، تصعد كاميرون وغانا اول وثاني، والمجموعه دي السادسه ما تاهلش ثالث، لانه هتقف بنين عنده نقطتين وغينيا الاستوائي عنده نقطه. ده لو صح، وتونس لو تعديت هتبقى 3. لا تونس انت بتكلمت في المجموعه الخامسه، دي مجموعه لو تعدت هتبقى 3. ايوه ممكن تدخل ثالث مقارنه ببقيه المجموعات، عشان كده بقول لكم منتخب مصر. لا دي حزبة بيرما يعني، ما حتى الآن الحمد لله إن احنا مش فيها. حتى الآن منتظر هنشوف تالت التالتة تالت الرابعة. انت بس كل همك انت عارف يعني هل هي كينيا صعبة؟ انت دلوقتي منطقيا قريب من مواجهة جنوب افريقيا، وقد تواجه انجولا او تونس او غينيا. غينيا لا مستحيل، او مالي لو خسرت، فضلت 4، لو مالي خسرت هتبقى انجولا تدخل 5، وتونس تكسب تدخل 5، ومالي تدخل 4، تدخل 3 ب4. والله وارد. إذن هي الكرة في الملعب بين كل الأطراف، لكنه طريقنا اللي أنت هتلعبه ثالث واحدة من الثلاث مجموعات دول زي ما تطلع بكرة حسب النتائج، هتصفي مع كلها بإذن الله. بإذن الله دور الثمانية هتلعب الفائز من نيجيريا وتاني الستة. تاني الستة لو افترضنا انه ممكن يبقى غانا حسب الحسابات المنطقية، يبقى انت بعد المباراة اللي جاية سكتك نيجيريا او غانا، تروح لنصف النهائي. تروح لنصف النهائي لو عدينا سكتك ما بين الجزائر، واول الجزائر هيلعب الكونغو الديمقراطية بالشكل ده، لكن اول استنى بس ما توصلش، ما تجريش كده، خلينا دور بدور ان شاء الله هنجري. اصبر بس عليا. انت هتلاعب حد من التوالد. لو كسبت هتلاعب يا غانا يا نيجيريا. اللي هو دور الثمانية. ايوه ده القدر الرحيم، بس نعدي الدور ده واللي بعديها سكة الجزائر. ليه بقى؟ لان غانا ونيجيريا الاثنين حالهم من حالنا، بس نتائجنا احنا افضل كتير. صحيح. وزائد ان نجومنا الذين يحدثون الفارق اعلى من النجوم بكل المحترفين اللي عندهم. وكيف لا وفي مجموعتنا او اللي يحدث لنا الفارق مو صلاح، محمد صلاح النجم العالمي الكبير اللي لفت الانظار والاهتمامات، مش بس يعني ما بقاش غريب ولا جديد ان انت تفتح اي جورنان تلاقي كاتب سياسي بدل ما كان مهتم بالوضع السياسي العام وبكل قضايا المنطقة سايب كل اهتماماته وبيتكلم عن محمد صلاح والمنتخب. هي دي قيمة النجم وقيمة كرة القدم وقيمة توهج لاعب بهذه القدرات. عندما يستدرج لاعب كاتب برصانة الأستاذ حمدي رزق، يعني عشان يكتب عنه كتاب. الحقيقة مع انطلاق كأس الأمم الأفريقية، الصديق العزيز والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حمدي رزق، رئيس تحرير مجلة المصور السابق والإعلام الكبير دلوقتي له برنامجه الكبير في صدى البلد، أهدى المكتبة العامة مش المكتبة الرياضية بس كتابه عن محمد صلاح، واختار له عنوان مصلاع الهتاف الإنجليزي. لكن عشان تعرفوا قصة الكتاب، تعرفوا من خلالها ليه حمدي رزق كتب هذا الكتاب، وإيه اللقطة اللي فرضت عليه يعمل هذا الكتاب. قعدة في قهوة حسسته بقيمة محمد صلاح. كتب حمدي رزق في قصة هذا الكتاب بيقول: كنا جلوسا على المقهى منكمشين في ثياب ثقيلة اتقاء زمهرير الشتاء، نتابع بشغف مباراة ليفربول وبورتسموث، إذ فجأة قفز في وجوهنا شاب من شغيلة مطاعم التكاوي القريبة من المقهى، مشغوفا وعلى عجل قفز الرصيف كالأرنب البري وتسمر أمام الشاشة الصغيرة حدق فيها يكاد يخترقها. اطمأن على فوز ليفربول ثم استدار في مواجهتنا متسائلا بلهفة. صلاح جاب جوان في نفس واحد. الجول الثالث. فأتى عجبا، تمتم ناظرا إلى السماء الحمد لله، وقبل يده اليمنى وشه ظهر، وانصرف تاركا دهشة لا تزال تؤرقني، وإن كنت لاحظت أنها لم تؤرق غالبية الجلوس على المقهى. كلهم كده كانوا متوقعين هكذا صلاح. بيقول حمدي رزق: هكذا صلاح صار ظاهرة مجتمعية فريدة
تستر على الانتباه. تجاوز شعبية كرة القدم إلى محبة المجتمعية، يحبونه بشغف، يحصد دعاء وحب الملايين في الريف والحضر وخارج الحدود. صلاح يحوز ما لم يحوزه كل أساطين الكرة والفن والأدب والثقافة بل والسياسة. أصبح حالة مصرية تتجسد حبا، البسطاء يحبونه دون تحليل للظاهرة، والمثقفون يحبونه ويسعون لتحليل الظاهرة، والفريقان بسطاء ومثقفين يعشقون صلاح، وعلى طريقة أحبك حبين، حب الكرة وحبا لأنك أهل لذلك. جمع صلاح بين الحبين، حب البسطاء والمثقفين معا. والله تلخيص رائع. هذا التلخيص وهذا الكتاب وهذه اللقطة وهذا الشاب بيمثلنا جميعا. والله كلنا بنقعد نسأل صلاح جاب جوان النهاردة ولا لا. هذا يلقي بمسؤولية ثقيلة جدا على أكتاف هذا اللاعب. هو لاعب سيتوقف عنده التاريخ، ليس وهو في الملعب فقط ولكن خارج الملعب وبعد أن ينهي مشواره. هذا لاعب عليه مسؤولية أن يكون قدوة يتعلم منه الشباب الصح والغلط. صلاح قدوة لكل لاعبي الكرة، خاصة الصاعدين اللي عندهم مسيرة طويلة وعندهم رحلة يقدروا ينجحوا فيها إن شاء الله نجاح كبير. احنا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل الكابتن عادل طعيمة والكابتن أحمد بلال وحديث مطول عن كأس الأمم وعن كل منحنياتها وتوقعاتها. لكن لأنه صلاح بيمثل ظاهرة وقدوة للشباب، كان لازم نسمع رأي بعض شباب الأهلي المتفتح اللي انضم للفريق الأول ولسارتي مبسوط منهم، عشان نشوفهم وهم بيخطوا خطواتهم الأولى في ملعب التتش. فاصل قبل منه مع شباب الأهلي، وبعديها مع الكابتن عادل طعيمة والكابتن أحمد بلال. طبعا احساس جميل جدا، انا مع الفريق الاول بقالي فتره الحمد لله يعني، وان شاء الله باذن الله اكون ثابت معاهم واخد باذن الله مشاركه في المباريات في الدوري في الكاس باذن الله ان شاء الله. طبعا احلام مع النادي الاهلي ان شاء الله اخد بطولات باذن الله واثبت هنا وان شاء الله احقق حلمي. انا صعدت قبل كده كذا مره والاجواء مش غريبه عليا، لعيب النادي الاهلي في اي اجواء بيتمرن وبيلعب يعني، اللعبه هنا محترمه وبياخدونا وبيتكلموا معانا كتير واحنا ماشيين كويس الحمد لله، ومستر لسارتي كلمنا كويس وبيعمل معانا اجتماعات كتير، وليلة ان شاء الله يكون لكم دور الفتره اللي جايه وتتمرنوا كويس وان شاء الله ربنا يكرمنا في الفتره اللي جايه باذن الله. طبعا بحمد ربنا في البدايه يعني فرصه كبيره اتمنى اكون قدها، وشعور طبعا ما يتوصفش يعني، واحد بيلعب قدام لعيبه كبيره واسامي كبيره وكم بطولات زي ما انت شايف يعني، فان شاء الله الواحد يقدر يستغل الفرصه دي ويبقى قدها يعني. والله الواحد بيجتهد وبيتمرن وبيحاول يعمل اللي عليه، ولو في اي حاجه اضافيه بيحاول يشتغل عليها وبيحاول يزود ونحاول ننفذ التعليمات، اي حاجه مستر لسارتي بيحتاجها بنحاول ننفذها على قد ما نقدر، وبنحاول نبقى في نفس المستوى بتاع اللعيبه اللي موجوده علشان نقدر نبقى موجودين. الواحد الحمد لله بيحمد ربنا على الفرصه اللي جات له، وان شاء الله الواحد يبقى قدها، ودي حاجه كويسه طبعا ان انا العب مع اسامي كبيره زي كابتن حسام عاشور، كباتن كتير عبد معلول، ناس كتير جدا، فالواحد بيحاول يستفاد بقدر الامكان. الواحد بيبقى عنده طموح ان هو ما يعلى خطوه ما ينزلهاش تاني، فان شاء الله الواحد يسمع توجيهات مستر رسارتي وان شاء الله الواحد ينفذها ويبقى قد الفرصه ان شاء الله. شرف لاي حد، وانا لما هو يعني طلبني ان انا اطلع وكده فانا ان شاء الله بقدم المسؤوليه وقد الكلام اللي هو بيوجهه لي، وان شاء الله اقدر ابقى يعني اقدم نص اللي هو بيقوله ان شاء الله ابقى اقدم مسؤوليه باذن الله. طبعا يعني الفرصه دي ما بتجيش فعلا لاي حد زي ما انت بتقول، وان شاء الله اكون انا الحظ حليفي ان شاء الله الفرصه تبقى معايا كده وابقى اظهر كده والناس تعرفني باذن الله. لا احلامي كتير ان شاء الله، اخد كاس مصر واخد دوري والعب افريقيا وحاجات كتير يعني ان شاء الله. احلامي ان انا افضل موجود هنا وانافس، وان انا العب مع النادي الاهلي واخد بطولات
ده كل طموح ان انا العب مع النادي الاهلي هنا. هو طبعا ما فيش اختلاف، قبل اي حاجه بتمرن في النادي الاهلي اسم غني عن التعريف طبعا، مع نجوم كبار دون ذكر اسماء طبعا كله عارف، فالحمد لله حاجه كبيره، وان شاء الله كده اقدم اعلى مستوى اكون عند حسن ظنهم باذن الله. احلام ان شاء الله امسك الفرصه واكون موجود معاهم ونحقق كل البطولات بقى في كل حاجه طبعا. بشكر طبعا مستر لاسارتي وكابتن سطح وحفيظ والجهاز كله طبعا ان هم ادونا الفرصه ان احنا نطلع ناخد التجربه مع الفريق الاول، وبحمد ربنا وبشكره ان احنا طلعنا الدرجه الاولى، وربنا يكرم في اللي جاي باذن الله والواحد يمسك في الفرصه. احلامي اول حاجه بس افكر فيها ان انا امسك في الفرصه دي وافضل معاهم في الدرجه الاولى، وبعد كده افكر في اي حاجه تاني بقى. في الاول طبعا بحمد ربنا ان انا موجود هنا بعد تعب مثلا 6 سنين عشان فتره زي دي، والحمد لله يعني الواحد قدر ان هو يوصل للمكانه دي بعد تعب كبير جدا، والحمد لله ربنا يكرم في الفتره الجايه والواحد يكون موجود بشكل مستمر. اهلا بكم مره اخرى عوده، ومعانا ضيفين من العيار المحترم الفاهم اللي ما بيجاملش اللي عنده وجهه نظر. كابتن احمد بلال اهلا بيك، هبتدي بيه لان عايز اقدمك بطريقه مختلفه، لان كابتن بلال دلوقتي قديم معانا في البرنامج قدمنا قبل كده وقعد اكتشف انا مكتشفه البرنامج بصراحه مفاجاه جميله ليا. اما الكابتن عادل طعيم اسمحوا لي، هذا رجل لم ينصفه التاريخ الكروي بالقدر الذي يستحقه. عايز اقول لكم حاجه، هذا الرجل هو بطل موقعه 85. الناس العماله بتقول الاهلي وقفنا خمس جيل ب 17 لاعب ولعبنا بالناشئين، لو لم يكن الكابتن عادل طعيم جاهز بفريقه ومحضره كويس قوي و مختاره بعناية شديدة، لكان مسار الكرة في النادي الأهلي ربما في هذا الجيل اختلف كثيرا. كابتن عادل طعيمة عندما أوقفنا اللاعبون وجي كابتن حسن قال له فرقتك جاهزة يا كابتن عادل؟ قال له جاهزة يا فندم، وقعد جنب الكابتن الجهري في هذه المباراة وكان هو الأقدر أن يحمل على العناق. كابتن عادل أهلا بك. أهلا بك كابتن عادلي، وطبعا إحنا كلنا ما نقدرش نقول ان غير ان احنا معلش يبقى بيجي لحظه كده في التاريخ ولو متاخره احنا لازم الناس احنا تعرف احنا جنود مخلصين باذن الله تعالى لهذا النادي العريق، ومش انا اللي جهزت الفرقه، انا بدرب الفرقه، بس اللي طلعني المانيا قعدني شهر في المانيا، لعبت 11 مباراه في المانيا، كان ممكن جدا نروح المانيا نهايه كانت فرقه كام ساعه الناس تعرف تحت 19 سنه لعبت 11 مباراه في المانيا قبل ما يرجع مصر استعدادا للموسم بتاعه الناشئين. فكان النادي الاهلي الاول وفر لنا اسبوعين في مرسى مطروح في المعسكر بتاع النادي، فكنا بنصحى الصبح الفجر نصلي الفجر ونجري 7 كيلو على الرمل ونرجع نلعب هاندبول وفوليبول بالرجل والقدم، ثم طلعنا عملنا ماتشات وديه في مصر، ثم طلعنا المانيا. لما رحنا المانيا لعبنا 11 مباراة في 11 مدينة، من فرانكفورت لبرلين لبريمن، كل الأندية الكبيرة اللي احنا لعبناها. ما تصورش الصحافة بتقابل المحافظ، بتنزل من المطار تلاقي الأتوبيس واقف وبيديلك البرنامج بتاعك، رحلة في الخيال. إذا كان إعداد على مستوى لم تتوقع. النادي الأهلي اللي وفر هذا الكلام، طب مجلة الأهلي ساهمت بجزء، الأخ عبد الأحد ساهم بجزء، الرحله ما كلفتش النادي اي حاجه. لما رجعنا كان الاولاد لاعبين الماتشات دي كلها، وبالتالي الاولاد كسبوا الزمالك وكسبوا بعد كده ماتشين وخدوا كاس مصر. اذا النادي الاهلي وصاحب الفضل هو اللي صاحب الفضل مش انا، وانت السبب. ربنا ماشي. يكرمك ربنا يكرمك. النادي الاهلي صاحب الفضل في كل شيء، لكن انا عايز اقول ان هذا الاعداد يا كابتن بسرعه كده عشان نرجع لموضوعنا، بيقول ادي شكل الناشئين في النادي الاهلي وكان يحدث لهم، لذلك ما كانش الجيل ده مفاجأة لما جه نزل للملعب. المفاجأة كانت عند نادي الزمالك انه شاف هذا الاستعداد. قدم مين الجيل ده؟ جيل 85 كلهم. اولا اثنين، واحد منهم راح كاس عالم، واحد لعب في المانيا ايهاب جلال،
حارس المرمى، وخالد مصطفى راح كاس عالم. وبعدين في ابراهيم حسن، في احمد محمد سعد، في ضياء عبد الصمد، في احمد جمال، في حسام، في ابراهيم، في ايمن اسماعيل، حماده مرزوق. نعم حماده مرزوق، في محمد السيد، يعني حماده مرزوق وطارق خليل. طارق خليل اعتقد كان طارق خليل جاب الجول الثالث على فكره. ايوه وحماده مرزوق واحمد طارق خليل اللي طار طار محمد صلاح صحيح. فبرضه من طارق خليل حصل كده مشكله في المانيا، وكنت هنزله علشان كان بيلبس الشراب متاخر شويه عشان كان قاعد احتياطي بعد المباراه، اشاد بالنادي الاهلي والتربيه اللي موجوده في النادي الاهلي. طيب كانت انطلاقه جيل كبير. هذه كانت لقطه بالمناسبه عشان كل واحد برضه ياخد حقه. كابتن طب كابتن عادل، متابعين كاس الامم والدور الاول خلاص بكره ان شاء الله ينتهي، بكره مبارياته اللي هتاثر في تحديد الثالث، لانه تونس في المجموعه الخامسه هتلعب موريتانيا، ومالي هتلعب انغولا، وفي المجموعه السادسه غانا بتلعب غينيا الاستوائيه، والكاميرون هتلعب بنين. طريقنا هيبان من خلال ماتشات بكره، لكن حتى الان ابرز ظواهر البطوله بالنسبه لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه في فرق جايه مستعده كويس زي المغرب وزي الجزائر وزي السنغال وزي مالي، وفي فرق دايما بتيجي بمشاكلها زي نيجيريا والكاميرون وغانا، يبقوا جايين ليهم مستحقات وعايزين فلوس. وفي فرق هي متواضعه فنيا، لكن مع التطور اللي موجود في القاره، تغيير مدربين وجيب مدربين اجانب وفي ملاعب وفي بنيه تحتيه، ابتدى يبقى فيهم نجوم. صحيح ما بيلعبوش في اوروبا في انديه كبيره، ولكن بيلعبوا في اوروبا في انديه عاديه. دول عندهم طموح قوي جدا ان هم يثبتوا كفاءتهم، وعارفين ان المدرج مليان وكلاء لاعبين وجايين في شراسه في الاداء. لو تلاحظ ان الماتشات الاولانيه والدور الاولاني والدور الثاني في التحامات قويه جدا وشراسه جدا في الاداء. بيقابلها مثلا زي ما حضرتك سمعت حضراتكم تيم غانا يمد رجله ويشيل رجله، ونيجيريا نفس القصه. بعكس الفرق الشمال افريقيا هتلاقي الكور المشتركه بتعد، والجزائر والمغرب بتترس على الرغم من الاجسام الرهيبه اللي موجوده في ماتش السنغال والجزائر. هم كمان الجزائر اجسام هايله جدا، بس برضه في بس لما تقارنهم بالسنغال حاجه ثانيه، يعني حاجه ثانيه من حيث القوه ومن حيث السرعه ومن حيث التحمل والحاجات دي كلها. فالنتائج كلها قالت انه تيم المغرب استعد كويس قوي، حتى الراجل كان بيلاعبهم في توقيت الحر جدا في المغرب عشان عارف ان اول ماتش هيلعبه هيبقى في حر شديد وفي رطوبه شديده، ويصمم ان يلعب ماتشاته في مراكش مفيش في الرباط، ويجي هنا يلعب الساعه 4 في نفس التوقيت ويهاجم مهاجمه، على الرغم ان هو طبعا عمل في كاس العالم عمل يعني اداء رائع. يعني تيم الجزائر نفس القصه برضه، عمل دي عشان الناس اللي بتهرج على كلمه الساعه البيولوجيه، هو ده طبعًا السبب طبعا، وبيظبط الاداء في الظروف. التاقلم البيولوجي التاقلم البيولوجي مش بالضروره ساعه مش ساعه يعني بتدق يعني في جيبك الهوات التاقلم البيولوجي التاقلم البيولوجي جسمي في حاجه اسمها الساعه البيولوجيه بتتظبط طبعا. يا باشمهندس حضرتك لما بتيجي تنام وتصحى في توقيت محدد تاني يوم تصحى لوحدك من غير منبه في نفس التوقيت، حتى ولو نمت متاخر او نمت بدري برضه تصحى في نفس التوقيت. فده شيء مهم جدا. وانت احنا لما كنا بنروح نلعب في افريقيا كنا دايما المدربين كل المدربين الحقيقه يعني سواء اذا كانوا اجانب او مصريين، يعني لازم ميعاد المباراه قبليها ب 48 ساعه لازم يمرنك في ميعاد في نفس ميعاد المباراه. يعني هتتمرن الساعه 3 هتتمرن الساعه 3، لا مش هتتمرن بس الساعه 3، انت هتتغدى الساعه 1 او الساعه 12، هتتمرن الساعه 3، هتقوم 9 الصبح، بتشتغل نفس يوم برنامج يوم المباراه بحيث لما تيجي يوم المباراه يبقى انت خلاص تاقلمت اتكيفت على كده، جسمك تاقلم خلاص، انت تاقلمت بتفكر بنفس التفكير. ما عندكش ما بتخرجش بره كمان اطار التفكير بتاعك، ما عندكش مساحه تانية انك تفكر بره خالص، لان انت بتشتغل شغل المباراه نفسه كل يوم. فبالتالي لما تيجي ميعاد المباراه نفسها اللي هتلعب فيها انت اتعودت كده، عودت جسمك على كده، عودت كمان فكرك على كده انه اشتغل بالشكل ده. عشان كده يعني انا مع الباشمهندس عادل طبعا في حته الساعه البيولوجيه يعني مهمه جدا 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 في التكيف. في حاله واحده طبعا
عشان تاريخيا يعني انا سالت مستر فايتسا كان بيمرن بالليل وكنا هنلعب الترسانه في الكاس المصري الترسانه بعدين المصري اه في الفاينل. فقلت له يعني ليه هم بيمرنوا الظهر وانت بتمرن بالليل؟ قال لي انا هلعب احتمال العب 120 دقيقه. قلت له الساعه البيولوجيه؟ قال لي انا مدرب 247 تدريبه الساعه اتظبطت مش اخر تدريبتين هيخلوا بيها فدي محسوبه. لكن لو هو عمل حسابه انه كمان شهر هيلعب ما كانش هيعمل كده اكيد. يلا انا قلت كل الجوانب. اذا يا كابتن انت شايف انه الجزائر جايه جاهزه والمغرب جايه جاهزه؟ في شخصيه مدرب، اثنين مدربين شخصيتهم فرضها على النجوم. فتلاقي الراجل بتاع الجزائر زي ما النهارده مقير تسعه جمال بالماضي ورياض محرز قاعد احتياطي، بو نجاح قاعد احتياطي على الرغم ان هم نجوم كبار جدا، عامل جو المحبه من المحبه والانسجام والانضباط في الملعب. يعني ما فيش حد وبعدين فنيا بقى لما يلعب مع السنغال ينزل ولد صغير كده اسمه يوسف عطال يمسك ماني، تخيل ما يمسكوش كوره طول الماتش. مين طبعا اتهاجم جدا في التشكيل وقال ازاي ان الراجل ده بيلعب ولد صغير عليه. احنا شفنا ماتش الجزائر والسنغال عمل ايه. فطبعا اسماعيل بن ناصر يعني ولاد صغيرين موجودين الراجل بيدفع بيهم، ده فكر مدرب. وكذلك الراجل بتاع المغرب فرض شخصيته بشكل قوي جدا واللعيبه بتحبه بتحترمه واداؤه اكتر من رائع. فالجوانب النفسيه دي مهمه جدا بعكس السنغال. نجوم كويسه قوي لكن المدير الفني مش مسيطر على الاداء. واحنا شفنا النهارده اداء السنغال مش الاداء اللي احنا كلنا كنا متوقعين. كابتن احمد، نتائج النهارده تابعتها طبعا، الجزائر تكسب تنزانيا والسنغال تكسب كينيا، يعني البقاء للاقوى جوله بدون اي مفاجآت، والمغرب بتكسب جنوب افريقيا والكوت ديفوار بتكسب ايضا 4-1. شفت النتائج دي ازاي؟ بص، البقاء الاقوى دائما وابدا في البطوله دي. احنا يعني مدغشقر دي استثناء، حاله استثنائيه ولكن مش هتدوم في البطوله من وجهه نظري الشخصيه. يعني عملت مباراه مع نيجيريا، مباراه جيده، قدرت تكسب 2-0 خلاص. بس كانت نيجيريا انت كسبانه مباراتين فالامور بالنسبه لها يعني كانت سهله يعني. اللي عجبني الحقيقه في البطوله دي الشمال الافريقي كله. تونس، الجزائر، المغرب، تونس كمان عجباني جدا اداء. ممكن يكون ما بتكسبش او عندها صعوبه في المكسب وما لعبت مباراتين تعادل في مباراتين، ولكن فرق عندها تكتيك، عندها شغل، عندها شخصيه في الملعب. انا بحب دايما الفرق اللي عندها شخصيه في الملعب في وقت الازمات هتلاقيها موجوده. يعني المباراه اللي جايه هي الاسهل بالنسبه للمنتخب التونسي، هتلاعب موريتانيا حسابيا، هي المباراه الاسهل بالنسبه للمنتخب التونسي. فمن الطبيعي ان المنتخب التونسي فورق خبره كبيره ليها على الموريتانيا، هيعدي المباراه القادمه فهيخش على دور ال 16. الفرق اللي عندها شخصيه دي الفرق اللي ما تقلقش عليها في الادوار النوك اوت، الدور ال 16، الدور الثمانية، الدور قبل النهائي، ما تقلقش على الفرق دي، الفرق اللي زي المغرب، الفرق اللي زي الجزائر، الفرق اللي زي تونس. الحقيقه حتى كمان باين تاثير المدربين عليهم، باين تاثير المدربين الفنيين عليهم. اللي عجبني النهارده في الجزائر مش بس انه كسب 3-0، ان نفس رتم الاداء ما بيتغيرش، نفس التاكتكس ما بيتغيرش بمجموعه ثانيه خالص من اللعيبه، بتغير المجموعه من اللي بتغير 9 لعيبه، بتغير تيم كامل وبتحافظ على السيستم. ولكن الشغل اللي بيشتغله المدير الفني، التاكتيك اللي بيحطه النهارده المدير الفني هو اللي بيشتغل عليه اللعيبه. ممكن اسالكوا سؤال برضو؟ هتكمل انت والكابتن عادل. انت شعرت ان الجزائر في فوارق بين البدلاء والاصليين، ولا شعرت ان هم يعني لو غاب حد ما فيش حاجه هتتهز يعني؟ اطلاقا ما فيش فرق خالص. انت بتشعر بالفرق يا باشمهندس لما تحس ان السيستم فيه خلل، التاكتيك اللي بيحط المدير الفني اصبح فيه خلل. لكن النهارده الجزائر بتشتغل نفس الشغل، انت بتقطع هجمات سريعه شغل، الكروسات العكسيه بتشتغل عليها للهاف العكسي بيروح على الجول في 3-4 مرات وكره مكرره. حتى الدبل باص شفناه المباراه اللي فاتت مع السنغال، برضه هما بتلعب السنغال، وشفناه المباراه اللي قبليها حته الدبل باص ان البلاي ميكر بيشتغل مع الفرود حته الدبل باص ويكمل. كان قدرات متقاربه وتكتيك ثابت، تكتيك ثابت وقدرات متقاربه. حتى اللعيبه اللي لعبت النهارده يمكن ادم اوناس النهارده بيسجل هدفين، برضه نفس الشغل اللي كان بيعمله محرز المباراه اللي فاتت والشغل واللي قبليه، مع فرق طبعا مستوى النهارده كيني اقل شويه، ولكن هو نفس الشغل اللي بيشتغله. ده قدر يسجل وده ما قدرش يسجل. يعني المدير الفني قدر
انه ينجح ان يوصل اللعيبه بالشغل اللي بيشتغله او بالتكتيك اللي بيعمله للمرمى، ازاي هاجم طيب وازاي دافع. السنغال كسبت النهارده، وصلت لكام نقطه النهارده؟ 6 نقاط السنغال، 6 نقاط. اذا الجزائر في كل الاحوال أول لو خسرت كانت داخله اول مره، داخله اول عشان كده قدر يغير 9 بالظبط. انت طيب انت كابتن عادل، يعني انا ليه بسال السؤال ده؟ هل احنا عندنا المشكله دي؟ هل احنا في جاب بين البدلاء والفريق اللي انت معتمد عليه؟ لازم يكون في جاب، لان ما حدش عنده محمد صلاح، وتريزيجيه برضو ممكن يخش في الليله دي، لكن هل الجاب في بقيه المراكز موجود، ولا مع تقدم الماتشات هنلاقي الثغره دي اتسدت؟ شوف حضرتك، احنا حذرنا الكلام ده من 4 شهور ان الدكه لابد، وانا رايح في مشوار عندي 7 مباريات في بطوله افريقيه على ارضك في وسط جمهورك، الناس كلها عايزه البطوله، وبالتالي وانت رايح لبطوله زي دي لازم تبقى واخد كل الزاد والزواد معاك. بتفكر فيها من 4 شهور؟ احنا قلنا في قناه الاهلي من 4 شهور ان احنا يبقى لازم يبقى فيه كهرباء، لازم يبقى فيه رمضان عمرو السوليه، احمد فتحي، صالح جمعه، عبد الله جمعه، صالح جمعه، عبد الله جمعه، ايه يعني الناس دي ازاي انا مش موجودين معايا؟ ومع احترامي ان في 3-4 افراد محترفين يعني جايين، وكل مره بييجوا مع كل المدربين سواء كوبر او برادلي، هم برضو بييجوا وما بيلعبوش، وفي ناس موجودين في الدوري المصري على كفاءه عاليه جدا، وده مش تقليل ابدا من الولاد اللي جايين، لكن الولاد دول في الدوري المصري وعاملين الاداء سواء في افريقيا او في الدوري المصري، الدكه بتاعتي وانا قاعد بتفرج، كلنا قاعدين بنتفرج. طب النهارده تريزيجيه اتعور، مين يلعب معاك؟ يلا مفيش. طب المحمدي لو حد لو اتعور، مين البديل اللي زيه او احسن منه؟ مش عارف، انا بصراحه مش عارف. طب النهارده لو حجاز اتعور، مين البديل بتاعه؟ هل بديل في نفس القوه؟ وانا داخل بطوله زي دي لازم يبقى عندي حجازي والقريب منه قوي، يبقى عندي محمد صلاح وبرضه في واحد قريب منه قوي، مش قريب منه قوي يعني يبقى يعني على نفس الدرجه، يعني صلاح مثلا 8/10 9/10 يبقى عندي 7.5. السمت، السمات، المواصفات، مواصفات الرجل السريع اللي بيخترق، اللي بيبقى محطه، اللي بيبقى بيخش ويبقى راس حربه. ما انا عشان كده قلت لك يمكن محمد صلاح يبقى استثناء هتعوضه بخبرات، لكن انا يعني محمد صلاح يعني انا برضو من ضمن الحاجات اللي انا كنت بعترض عليها ان هو يبدا في اللعب، وكنت بفكر انه وليد سليمان كنت انا يبدا الماتش الاولاني ويبقى محمد صلاح. قلنا الكلام ده ونسبناه ليك برضو، يعني الراجل 15 يوم في البحر مش ممكن ابدا ان انا ما اضغطش عليه مره واحده، ما اضغطش عليه مره واحده، بس كان الافتتاح وطبيعه الافتتاح. طيب بس انا ليا وجهه نظر يا باشمهندس بعد اذنك، يعني مكمله طبعا كلام الكابتن، انت دايما بتقيس قدرات ومدى نجاح المدير الفني في اختياراته بايه؟ بالتغييرات اللي بيعملها والفوارق اللي بتحدثها التغييرات. ايوه المنتخب المصري في خلال المباراتين اللي فاتوا او الثلاث مباريات البدائل لم تحدث اي فوارق داخل الملعب، على العكس، على العكس انت بتغير من ونمط واداء المنتخب للاقل مش للافضل. يعني انت دايما لما بتبقى بتيجي تعمل تغيير دايما احنا يعني عرفنا من زمان من بدري من ايام من ناس كتيره جدا من محللين ولاعيبه ونقاد وكل حاجه وكباتن كابتن، انك دايما المدير الفني الجيد هو اللي بيعمل تغيير ينشط بيه او يغير بيه الاداء او يحافظ بيه او يحسن اداء فرقته. في الثلاث مباريات اللي فاتوا التغييرات بتاعت مستر عجيري كلها تغييرات سلبيه للاسف الشديد، للاسف يعني بقول للاسف يعني عشان يعني احنا نتمنى التغييرات كلها تبقى ايجابيه، تمام قصدي، ولكن انت بتغير. لكن الماتش اللي فات معلش اتفضل يا كابتن، انا مصر اجيري هدافع عنه في الحته دي، اتفضل. حصل تغيير اضطراري كان لصالح الفرقه، حلو، يعني من المرات اللي كان كل كوره انا تعمدت ابص على كل كوره لصلاح لمروان محسن، لمروان محسن تمام، لا كل كوره العالية خدها ووجهها لحد عشان يبتدي بيها هجمه او يخلق بيها يعني اسيست كويس، فكان ده هتقول ده تغيير اضطراري. انا مش بتكلم بس على التغييرات التبديلات، انا بتكلم على التغييرات نفسها، التغيير في التشكيل، حتى احنا اتكلمنا عن الجزائر قلنا ايه، غير 9 لعيبه حسينا ان الفريق هو هو، مفيش اي تغييرات حصلت. طارق حامد طبعا كان تغيير ايجابي،
تمام، لكن انا بتكلم على التغييرات اللي حصلت. بس يعني انت دي تغييرات باللعيبه الاساسيه بالظبط، ده اللي انا عايز اقوله. انت عايز تقول يعني البدايه بالظبط، بدايه المباراه انت عملت تغييرات في بدايه المباراه، ما اقصدش بس أيوه يعني الحته دي بس حته التبديل، انا بتكلم على التغييرات نفسها، لان احنا لما اتكلمنا عن الجزائر قلنا لما غير الراجل لعيبه 9 لعيبه ما حسناش بالفوارق، بالعكس منتخب الجزائر هو اختار التشكيل في كل مباراه بالظبط، بتحافظ على النمط بتاعك، لان كل لعيب يعني انت بص على محرز يعني ادم وناس نفس الستايل، نفس طريقه اللعب، نفس المهاره الفرديه، يعني قريب جدا من محرز بالظبط، هو ما غيرتش في شكل الفريق بتاعه. بس ده يرجع يا باشمهندس لحاجه مهمه جدا، مستر اجيري قبل البطوله اشتغل 3-4-3، اشتغل 4-2-3-1، اشتغل 4-3-2-1، تمام، اشتغل 4-3-3، جرب كل حاجه، كان بيغير كل الطرق، ما عندوش، ما استقرش على طريقه محدده. فبالتالي لما دخل البطولة الإفريقية وأنت غير مستعد جيدا ما قبل البطولة، فلازم يحصل عندك الخلل ده حتى كمان في الاختيارات، إن أنت ما عندكش استقرار فني، أنت نفسك مش مستقر على طريقة واحدة. هل المنتخب ضحية المسابقات والجدول ما خدش الوقت يعني اللي كان يسمح له إنه يجرب على ميله ويشوف على ميله وبعدين يستقر بدري؟ بس كل المنتخبات زينا برضه، يعني اعتقد كل المنتخبات احنا بدأنا قبل ناس كتيرة، احنا بس يمكن الدوري يمكن اتأخر سن، لكن كل المنتخبات، ما انت عندك اوروبا كلها اشتغلت واشتغلوا متأخر برضه شوية. انت كمنتخب، انا بتكلم انا ليه بوعيب على المدير الفني، لا هو انا هو من بدري في التجهيزات ما قبل البطولة كمان، حتى في المباريات الودية والمباريات الرسمية هو عنده النماذج اللي يقدر يشتغل عليها، عنده اللعيبه اللي يقدر يشتغل بيها، هو بدل كتير كمان جدا في اللعيب. انت النهارده كمنتخب مصر عندك المساحه كبيره جدا، مساحه الاختيار كبيره جدا، فبالنسبه لك ما عندكش اي مشاكل غير لعيبه، غير مدرب الانديه. انا مدرب النادي خلاص انا عندي 30 لعيب هشتغل بيهم لنهايه الموسم، اصيبه من اصيب وكمل معايا اللي كمل، لكن انا كراجل بتاع منتخب عندي اعداد كبيره جدا، اقدر اختار الافضل والاحسن واسعه قوي واللي يتناسب مع قدراتي وامكانياتي وفكري. انت النهارده الفكر بتاعك كمستر اجيري اتبدل 3-4 مرات ما قبل البطوله، فبالتالي لما تدخل على بطوله زي كده بالاختيارات دي فاكيد هيحصل الخلل اللي حصل ده، ان هو ايه اختيارات مش عارف، هل الاختيارات دي على 4-2-3-1، على 3-4-3، على 4-3-3، ولا الاختيارات دي كانت المفترض انك يبقى عندك تكتيك واضح ما قبل البطوله عشان تقدر تختار بقيه اللعيبه عليه، لكن عشان اشتغل بتكتيك مختلف 3-4 تشكيلات 3-4 خطط ما قبل البطوله وبعدين اجي في البطوله اختار لعيبه، فطبيعي انك هتختار لعيبه مش مناسبه تماما للفكر اللي انت بتفكر بيه، لانك انت فكرت بره كتير جدا، كل طريقه بتشتغل عليها استاذ ابراهيم انت بتحاول تجد لها اللعيب اللي يتناسب، بتدور عليه في الدوري بقى يتناسب معاه. فالنهارده انت غيرت طرق كتير، فانت بالتالي بتبدل لعيبه كتير، احمد فتحي ما قبل احمد فتحي محمد هاني عايز لعيب عنده سرعه، مره عايز لعيب عنده خبره، فبالتالي انت مش عارف تعمل بعد كده لا فتحي ولا هاني، بعد كده لا فتحي ولا هاني، فانت اخترت هاني عشان تلعب ب 3-4-3، لعيب عنده سرعه، عنده امكانيات مهارات عشان يعمل الكروس. لما جيت ترجع للطريقه بتاعتك دورت على واحد زي المحمدي لعيب ثالث مختلف تماما، فبالتالي اتغيرت. ولما اخترت له بديل اخترت بديل رابع كمان اكيد مختلف تماما، حتى كمان الكابتن اتكلم عليهم الثلاثه اللي قدام او الاربعه اللي قدام، سواء اذا كان تريزيجيه او صلاح، طب ما تريزيجيه وصلاح انا بشتغل 3-4-3 بسمت محدد، لما بغير من التشكيل بتاعي واشتغل ب 4-4-2 هشتغل باثنين فراوده واثنين على الاطراف، فبالتالي مش محتاج البدائل بتاعت صلاح وتريزيجيه، لكن انت النهارده اجبرتك البطوله واجبرك مستوى الفرق اللي موجودين في البطوله انك ترجع تلعب بالتكتيك القديم بتاعك اللي هو 4-2-3-1 وتشتغل على الهجمات المرتده السريعه، فانت وقعت في مشكله اختيارات هي ما قبل البطوله الاختيارات دي مش يعني أصلاً. انا ليه السؤال ده بنساله؟ هل ممكن كده مع تقدم الماتش واضح ان مش هنقدر نريح حد، خلاص مرحله انك تريح حد صعبه، انت جربت ريحت ثلاثه ابتديت بدايه وحشه وكملت وحشه، يبقى انت مش هتبتدي بكامل قوتك، اخشى ما اخشاه هل ممكن ده يرهق الفرقه؟ هل ممكن نعاني من هذا في تقدم الماتشات إن, ان 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 كل اللود بقى، ولا ده هيكون لصالح اعداد اللعيبه دي بقى هنا تنضج معانا كابتن عادل؟ لا هو في عنده دلوقتي 10 ايام على لعب السبت ويلعب السبت، الماتش اللي جاي السبت عنده فتره يعني جيده جدا، بس يا تكمله الكلام من كابتن بلال، في الجهاز بتاع المنتخب فترات التجمع والماتشات الوديه اللي هو بيلعبها دي حاجات قليله جدا خلال السنه، طب وبقيه بقيه الوقت بعمل ايه؟ ده انا لما اكون انا بشوف
اللاعب اللي انا بفكر فيه بيلعب في النادي الفلاني، ما هو المانع ان انا اجيبه واقول له رؤيتي، انا بفكر ان انا اعمل معاك واحد اتنين. الكلام ده جميل بس فات معاده، احنا عايزين نعالج دلوقتي انا بقول اللي المفروض يحصل علشان اولادنا الصغيرين. خليها لبعد النازل، خلينا دي عشان ما حدش يقول لك احنا ما اللي المفروض ما حصلش من وجهه نظرك ما حصلش، لكن خلينا دلوقتي نقول احنا دلوقتي ماذا ينتظرنا وكيف نعامل. انت ابتديت بدايه جيده، فاضل في العشر ايام دي يعمل ايه؟ ما هو مش هيقدر يعمل حاجه، هو زي ما انت قلت برضو ردا على سؤالك انت جاوبت عليه، هو مش هيقدر يغير، لان في خروج مغلوب بعد كده. خروج مغلوب ما فيهوش هزار، فلازم هيلعب بنفس التشكيل اللي ابتدى بيه. يعني ممكن يحصل استشفاء وتجهيز في العشر ايام دول؟ والله واحد زي صلاح هتبقى فرصه كويسه بالنسبه له، ان هو ما كانش جاهز فالفتره دي ممكن، بس طبعا فتره الاعداد غير فتره المباريات. فتره الاعداد بتبقى محتاجه تقويه عضلات، في احمال، في سرعات، بيبقى فيها ماتشات وديه، فيها تدرج. انما انا بعمل اعداد مع ماتشات دي بتبقى فيها فاولر له تعليق كده على سادي ماني وصلاح، بيقول انهم هياثروا على انه ما عملوش فتره اعداد على مشوارهم السنه الجايه. والاصابات، انت شفت الراجل بتاع نيوكاسل بتاع غانا اول 10 دقائق بيشوط، راجل جاي من الدوري الانجليزي وعامل ماتشات قويه جدا وبيشوط اول 10 دقائق مزق في الخلفيه. ربنا يستر. فهو يعني هو مش هيقدر طبعا يغير، لكن اللي احنا بنتمناه يبقى الجانب النفسي شويه، يبقى فيه ضغط شويه، ما نعملش ضغط. يعني الثلاث ماتشات نفس السلبيه اللي موجوده، ما بنضغطش، ما بتروحش للجول، ما فيش خطوره. انت الماتش اللي فات مع اوغندا لحد الدقيقه ما جبنا الجول في الدقيقه اظن 25 او 35 اعتقد، ما شفناش الجول بتاعهم. هم كانوا ضايعين اربع خمس فرص اهداف محققه. احنا ما رحناش للجول، انت بتتفرج قدام التلفزيون ما شفتش الجول بالمعنى الحرفي. صح، لحد الدقيقة 33 بالظبط. دقيقة 33 والجول الثاني 45 في اخر في كرة المحمد، يمكن حاجة في الماتش. الجول الثاني اللي جبناه ده احلى حاجة في الثلاث ماتشات. في الثلاث ماتشات يا كابتن احمد، الملاحظ ان احنا زي ما يكون الناس اللي مسموح لها بالتسجيل ثابتة. سيبك من ان تريزيجيه يبدا في الافتتاح، بس في الماتشين المحمد وصلاح، مباراة امبارح الكيرف رايح فين كان؟ يعني هل فعلا المباراة تشي بانه المنحنى طالع شوية والمؤشر في ارتفاع، ولا احنا في درجة ثبات مزعجة شوية؟ لا احنا للأسف يعني مش قادرين نحكم، سواء اذا كنا طالعين بكده مش عايزين نحكم. لان خد بالك في حاجة مهمة جدا، يعني انت لما عملت التغييرات بتاعتك امبارح ايه الغرض من التغيير؟ يعني دايما كل وانت قاعد بتتفرج على المدير الفني بتسال السؤال، يعني ايه الغرض من ان المدير الفني بيعمل تغييرات او تبديلات في التشكيل من بدايه المباراه؟ هل التشكيل ده ليه راحه اللاعبين اللي موجودين؟ يعني طارق حامد، محمود علاء، اللعيبه اللي اتغيرت، ولا هل او واضح ان ده كان هدفه، او في عايز تشوف ناس مكان ناس في حته تانية، زي ممكن انت يعني ممكن يكون عندك كومنت على اداء مروان، فبالتالي انت حطيت احمد حسن كوكا، ممكن يكون ده التغيير عشان كده، والتغييرين التانيين عشان انت بتحاول ان انت يعني تدي راحات لبعض الناس. تمام، فاحنا دايما المدير الفني هو ده السؤال اللي بنساله، ايه الغرض من اللي انت عايز تشتغله، خاصه انت طالع على مباراه هي مباراه دور ال 16، دي مباراه النوك اوت بالنسبه لك. طبعًا. هتشتغل بأنهي طريقه؟ هل هم دول البدلاء اللي ممكن تستعين بيهم بعد كده في دور ال 16؟ يعني لو حصل تغيير او حصل حاجه، هل هم دول اللي ممكن تحطهم كبدلاء تقدر تشتغل بيهم؟ هو ده الفكر اللي المفترض احنا نقرا من خلاله دماغ المدير الفني هي رايحه على فين. انا عندي النهارده اثنين من العناصر الاساسيه بالنسبه لي، انت ما عملتش معاهم اي تغيير، صلاح وتريزيجيه، دول الاثنين المهمين وحجازي وحجازي. ده دول وثلاث بالظبط ثلاث اهم عناصر بالنسبه لك، ودول الثلاثه اللي عملوا مجهود كان اللي مالهمش بدلاء بالنسبه لك. كان لابد ان انت في الاماكن دي تدور تشتغل ازاي. هل لو انا غيرت تريزيجيه في التوقيت ده في اخر ثلث ساعه، هل ممكن اغير طريقه اللعب اقلبها؟ هل ممكن ان انا مثلا يبقى عندي البديل اللي ممكن يشتغل بنفس الكفاءه اللي بيشتغل بها تريزيجيه؟ هل عندي اللعيب اللي عنده السرعات والامكانيات اللي يقدر يشتغل في الحته دي؟ هل ممكن لا اقلب طريقه اللعب اخليها 3 5 2 ويلعب، والعب من غير راس حربه صريح، والعب باثنين
على طرف الملعب ويبقى هم دول اللي بعتمد عليهم في الكاونتر اتاكس اللي انا اللي هتجيلي. هو ده الفكر اللي احنا او هو ده الحاجات اللي المفترض ان احنا لازم نقراها من فكر المدير الفني. ولكن انت غيرت لا يقال عشان انت بتغير فقط لا غير. احنا انا مش ضد اجيل ولا متحامل عليه، ولكن انا بتكلم في المنطق. هو ده المنطق بتاعي. الدقيقه 70 تريزيجيه مش موجود في الملعب، الراجل بيشتغل من ال 18 لل 18، عمل شورت سبرنتس كتير جدا، لونج سبرنتس كتير جدا جدا جدا. فبالتالي انت جه وقت بالنسبه مع التحامات بقى لو إيه؟ انت ما التحامات في مطال العنف في المباراه دي. شوف يا باشمهندس، هو القلق مش ان انت بتلاعب فرقه زي بتاعه امبارح اوغندا، القلق ان انت هتلاعب في دور الثمانيه، هتلاعب نيجيريا، هتلاعب كوت ديفوار، هتلاعب الجزائر، هتلاعب السنغال، هتلاعب فرق عندها قدرات وعندها تاكتيك سريعه جدا، بيلعبوا في 45 متر تمام، في حته الراحات بالنسبه لهم وحته اللياقه البدنيه ما بتستنزفش. لكن انت النهارده بتشتغل ازاي؟ احنا الملعب مقلوب في الناحيه الدفاعيه، انت بتهاجم بصلاح وعبد الله السعيد ومروان او كوكا في الماتش اللي فات وتريزيجي، بتدافع صلاح موجود في الحته الاماميه، فانت عندك جاب كبير جدا في الحته دي لكن الناحيه الثانيه تريزيجي هو اللي بيعمل المجهود الكبير ده كله. هل دي تعليمات مدير فني؟ طب ولو تعليمات مدير فني، ازاي انا اغير لعيب عندي بيلعب ميد فيلدر وده اصلا المفترض ان انا بشوف ان هل الحته اللي موجوده في قلب الملعب دي ده الطبيعي جدا في مباراه زي امبارح؟ لازم اشوف مين اللعيب اللي موجود في الميد فيلدر اللي يقدر يغطي لي الحته ناحيه اليمين دي. لكن انت برضو الحته دي ما اشتغلتش عليها، سبت الملعب مفتوح عندك من ناحيه اليمين اللي هي ناحيه المحمدي كل الهجمات من الدقيقه 5 من الدقيقه 4 بالظبط للدقيقه 33 انت الفرقه بتشتغل ناحيه المحمدي. ومع ذلك المدير الفني صامت بيتفرج زي ما احنا بنتفرج قاعدين بنتفرج على الماتش. وكان في الوقت ده ممكن يجي فينا اكتر من هدف. اي هدف اي طيب. هدف كان ممكن يتسجل. هجي لك بيدي بس كابتن عادل، المدير الفني صامت ليه؟ هل يعني ما عندوش ورق يقدر يرمي بيه، ولا هو زي ما طلع النهارده امبارح بعد المباراه انه راضي على الاداء وراضي على النتيجه وقال ان الامور بتتحسن بشكل كويس وان هو واثق من الفرقه؟ ده بيقول انا فوجئت بمستوى اوغندا. القرايه بتاعت اوغندا او الكونغو او زيمبابوي، انت المفروض تبقى محضر للفرقه دي عملت ايه علشان انت وانت بتقابلها يبقى عندك نظام للعب. انت بتلعب بمروان وبعدين دايما التغييرات معروفه ما فيهاش اي نوع من الفكر بالنسبه للتغيير، والاعتماد كل الاعتماد على مهاره فرديه لتريزيجيه ان هو يشق الداخل زي ما جاب الجول الاولاني وزي صلاح من الكرات الثابته، والمحمدي الكره اللي بتبقى بالعرض وبتتشاط بتبقى جول. مفيش مش متحفظين جمله معينه انها تتعمل. حتى كوبر ايام كوبر كنا بندافع بسبعه ثمانيه او بتسعه وبعدين كان معروف ان عبد الله سعيد ياخدها ويروح عاملها لمحمد صلاح في لكن وكان دفاعك كويس يعني. ما انت بتدافع بتسعه ما بتهاجمش، بس دفاعك متماسك كويس. بس انت برضو يعني لا اداء والنتيجه يا دوبك في الدقيقه 90 بتجيب جول في المغرب في الدقيقه 93 حاجات ربانيه بقى عشان الجمهور بتاعك. وعشان الحاجه اللي محيراني برضو انك انت زي ما قال الكابتن بلال كده، انت محمد صلاح مش فت، وانا كمدير فني كبير كراجل مسؤول وراجل درب منتخبات، محمد صلاح مش فت، فانا عامل تغيير الماتش الاولاني بروح مدخله راس حربه وبنزل وليد سليمان مكان مروان. طب انت يعني حتى وليد وهو نازل مش عارف هو بيلعب فين. محمد صلاح بيسال انا يعني حتى التعليمات ان هو ازاي يتحرك او يلعب ازاي، محمد صلاح ده مش مكانه عشان يلعب راس حربه. سايبها لخبراتهم وده ما ينفعش، ده ما ينفعش في طرق اللعب اللي انا مفروض ان انا بختار 11 بقدر ان انا اسكنهم وفي نفس الوقت اطوعهم لفكري. والسيناريوهات تبقى متحفظه زي ما حضرتك بتقول كده، انا بلعب 4 2 3 1 مثلا. طيب الطريقه دي مش ممكن يعني، دي بنكتبها احنا كمدربين بنكتبها على الورق، انما هل دي بتفضل طول الماتش موجوده؟ لا، ده انا في اوقات بيبقى 4 5 1 وفي اوقات ثانيه بيبقى 5 4 1 وفي اوقات ثانيه بتبقى 2 او 3 2 5 قدام. يعني التشكيل والاداء وانا بطوع الكلام ده، لكن واضح جدا انه مش قاري حتى تيم اوغندا كويس لدرجه ان انت لما تشوف الاحصائيات بتاعت الجيم شايطين على المرمى بتاعنا 17 مره، احنا شايطين 7، الكرات العرضيه 3 اضعافنا. تخيل تيم اوغندا اللي مش مصنف يبقى حتى الاستحواذ زينا. نتحدث عن
القادم، لان اللي فات ما كلنا شفناه، ما حدش مختلف على ان احنا مش مبسوطين وقلقانين، لكن في نفس الوقت بنقول العشم، يعني العشم انت قلت حلول ربانيه باذن الله تستمر معانا باذن الله، يعني هو ده احد طبعا احد الحاجات اللي احنا هنعاول عليه. لكن ماذا نفعل بعد 10 ايام؟ هل الفريق هينزل بالتشكيل بتاع المباراه الاولى؟ خمس ايام بعد خمس ايام لا ما بقول من نهايه المباراه من السبت ثمان ايام خمس ايام ماذا سنفعل في المباراه القادمه؟ انت هتقابل يا اما انغولا، هتقابل ممكن تقابل تونس، جنوب افريقيا ممكن، ممكن تقابل تونس ممكن. يعني هتلعب جنوب افريقيا لو طلعت الرابع، دي اخطر معضله. الخمسه هي اللي جنوب افريقيا يعني طيبين شويه في الملعب، مظبوط واخد بالك، حتى في التحامات والحاجات دي هنقدر نلعب. انا اخشى من الفرق الشرسه، لان اللي فيهم شراسه الالتحام واضح ان احنا بدنيا مش سادين معاه. احنا ماذا ننتظر وماذا نأمل بعد خمسة أيام وماذا تتوقع؟ احنا نأمل ان احنا نكسب طبعا، يعني يعني كلنا نتمنى، ما عندناش طرف ولا جرأة نتخيل غير المكسب. اكيد اكيد، عشان خاطر كمان الناس يعني، ولكن على مستر أجيري انه يحضر بشكل كويس قوي، ويعرف ان الفترة اللي فاتت او الثلاث مباريات اللي فاتت دول دي مباراة اعداد لما هو قادم. مباراة الاعداد دايما كل فرقة في مباراة الاعداد بتبتدي تحضر، تشوف مين اللعيب الاجهز، الطريقة الامثل بالنسبة لي، التشكيل الامثل بالنسبه لي، انا محتاج تعديل في طريقه اللعب بالنسبه لي ولا لا، عندي جاب كبير في الناحيه الدفاعيه ناحيه اليمين هقدر اشتغل عليه وحل ولا لا. دي كلها حاجات انا كمدير فني بعد مباراه الجروب ستيج ببتدي افكر واشوف الفرقه بتاعتي وصلت لحد فين والفرق اللي هلاعبها مين، وابتدي اركز اشتغل الشغل ده. عندنا مشاكل فاتت، عندنا مشاكل فاتت نقدر نحلها ازاي الفتره اللي جايه. على مستر أجيري اعتقد من وجهه نظري الشخصيه انك لو لعبت بنفس الطريقه اللي لعبنا بيها مباراه اوغندا مع فرقه تانية عندها امكانيات وقدرات هتبقى عندنا مشاكل كبيره جدا. اول مشكله بالنسبه لنا منتخب المصري لو جه في جول هيبقى صعب العوده، صعب العوده لان خطوطك هتتفتح، هي اوريدي الخطوط مفتوحه، فلما يتسجل فينا هدف او الفرقه التانية تبادر باحراز هدف في منتخب مصر هتبقى مشكله كبيره جدا، خاصه لو عندهم شراسه بدنيه. بالظبط، خاصه لو عندهم شراسه بدنيه وعندهم تكتيك، يعني اكيد الفرقه اللي هتوصل لدور الثمانيه، احنا مش هنتكلم على 16 دلوقتي، يعني كل الفرقه اللي هتوصل لدور الثمانيه اكيد فرقه عندها عقليه، تمام، عقليه جيده، عقليه احترافيه جيده، لعيبه اكيد محترفين بشكل كويس، لان الفرقه المتوقع انها توصل لو كل فرقه بقى بيبقى عندها دوافع بقى اكيد دوافع كبيره جدا جدا جدا. فبالتالي عندنا قصور في الناحيه الدفاعيه لازم يتعالج. القصور اللي موجود في الناحيه الدفاعيه، في عندك اثنين بيلعبوا في نص ملعب، الاثنين لازم يكون لهم ادوار مهمه جدا في الناحيه الدفاعيه. في حاله لو استمر مستر أجيري انه يلعب بالشكل اللي هو بيلعب بيه، ان هو في الحاله الدفاعيه يبقى موجود صلاح في كراس حربه ثاني وتتحول الطريقه وتتقلب الطريقه ل 4-4-2، لان صلاح في الناحيه الدفاعيه خلاص بيبقى واقف جنب مروان محسن المباراه اللي فاتت وخلاص، والتكتيك بيتغير تلعب 4-4-2 4-4-2 وانت الميد فيلدر الثاني بتاعك زي ما شفنا المباراه اللي فاتت كل كره عكسيه راح للباك ليفت او راح للهاف ليفت بتاع الفرقه الثانيه، فدي بتشكل خطوره كبيره. اتفضل اقول ملاحظه. قول ملاحظه اتفضل يا باشمهندس. فريقنا في المباراه دي كان بيعمل حاجه انا ادهشتني ما كنتش مبسوط منها، يعني المفروض ان في لعيبه كوره ورا بتمسك كوره، محمدي، باهر، محمدي، يعني على الاقل الاثنين دول، وحجازي بخبراته، وايمن برضو عنده، كان اكتر واحد بيقدر يخرج كوره سليمه شويه كان ايمن، لكن احنا كنا بنشتت في اوقات ما كانتش محتاجه تشتيت، يعني كنت الملعب فاضي قدامك واللعيب معاك كوره وبدل ما يروح مهديها وبادي وصلنا. دي حاله نفسيه يا جماعه ولا عدم ثقه ولا ايه؟ يعني كنت بشوف كتير قوي ان ايوه بقى نبتدي نمسك الكوره عشان الضغط اللي علينا ده نبتدي ننقل ونضيع وقت بالكوره. في نقطه مهمه جدا احنا بنعاني منها في ثلاث مباريات، وانت عايز العلاج للي جاي. العلاج اللي جاي انت عندك خلل في وسط الملعب، انت مش مسيطر على وسط الملعب، الناس اللي بتلعب في نص الملعب سواء طارق او النني او عبد الله مش موجودين، يعني طارق ودونجا لعب مساحات. طارق لو تشوف الاحصائيات بتاعته اذا في 50 باصه 50 تمريره 35 منهم بالعرض او للخلف، يعني باصات مش مؤثره. وزي ما انت بتقول في حجازي وفي محمود علاء، محمود علاء لما بيستلم الكوره او حجازي بيستلم الكوره
في وسط الملعب مش مفروض الناس بتسقط وتقرب، ده بيتقرب عشان يستلم، علشان يستلم. الكلام ده مش موجود لان النني مش جاهز، النني برضو عشان نبقى فاهمين ما هوش جاهز. الحلول بقى ايه؟ الحلول انك انت لازم تلعب بثلاثة في وسط الملعب، ما يبقاش بقى هتغير طريقة اللعب، هيبقى في أربعة ثلاثة. دي احصائيات مباراة امبارح يعني يعني تخيل ان الاستحواذ لاوغندا يعني 52 ل 48. شوف التسديد يا استاذ ابراهيم كم تسديد، كم التسديد كام في الاستحواذ؟ 52 52 اوغندا. معلش انا كنت حاسس انها اكتر، مش عارف 16 اوغندا مش كده؟ انا معاك والله 16 مقابل 5 مصر. والكرات العرضيه والشوت، والشوت اون تارجت عندهم 11 واحنا عندنا 4. ده الكورنر، الكورنر احنا واحد وهم 9. 9 1 في الكرنر، في الكورنر اوغندا. اوغندا مش حاجه تانية يعني. فانت المفروض انك انت في نص الملعب هتلعب بثلاثه، المفروض يعني من وجهه نظر يبقى في طارق وفي نبيل دونجا ويبقى النني وعبد الله يعني ما كانش موجود في الثلاث ماتشات. في الثلاث ماتشات يعني ما فيش حتى حاجه خالص كجانب دفاعي او هجومي، وبالتالي طريقه اللعب لازم تتغير، لانك انت برضو الخروج المغلوب ده هتبقى لازم انت وانت بتعمل تشكيل يبقى فيه حذر شويه، لان في اي هجمه مرتده وانت ما انتش مسيطر على وسط الملعب من خلال تسديده. انت نجم المباراه امبارح مش المحمدي، نجم المباراه امبارح الشناوي. الشناوي مش شايل مش اقل من 7-8 اهداف. صحيح 7-8 اهداف، حاجات بالعرض وحاجات في هو شال. والبخت يعني في كوره اللي الولد لعبها يعني ومشت جنب العارضه في الاخر دي ملهاش دي انا شايفها يعني كلنا شفناها في الجون لقيناها خرجت. فالكثافه في وسط الملعب، لانك انت هم كل الفرق اللي احنا لعبناها ثلاث فرق مسيطرين على وسط الملعب، فلابد يبقى فيه الستاره دي تبقى موجوده مع انطلاقات بقى محمد صلاح وتريزيجيه، او زي ما بيقول الكابتن بلال كده يبقى محمد صلاح ويبقى فيه تريزيجيه كراسين حربه، ويستعين باي حد بقى في وسط الملعب اذا كان عايز يلعب بعبد الله اهلا وسهلا، عايز بقى يعني وانا انا كنت حاسس ان هو عشان الكابتن محمدي يعني وراه وهو يعني قدراته الهجوميه اكتر، فيمكن اختيار باهر محمدي انه كان يمين ناحيه اليمين يبقى هو باهر اصلا باك رايت. ما هو عشان كده انا على اساس يعني تشابه الاسماء حتى انا قلت كده، بس يعني احمد المحمدي وباهر بس انت مش مكانه بقى. انا تصوري انت ما تجهزتش الناس دي انها تلعب خالص عشان انت غيرت التكتيك يعني هو شوية. بقى انا حسيت بتوتر باهر، دي مش قدراته. فكان ده في كوره دخل هو الشناوي عشان يطلعها كورنر والشناوي هيمسكها كان هيعوره، وفي كورنر ثانيه راح شايطها في الكورنر وما كانش تستاهل ما جنبوش حد. يعني عايز اقول ظاهره التشتيت دي ده عايز اعداد نفسي اكتر من اي حاجه. انت شوف فرقه شمال افريقيا ما حدش بيشتت في عز الزنقه وعملها كده حاجه غريبه. في ثقه. بص يا باشمهندس، امبارح منتخب مصر كان في حاجه غريبه جدا، يعني دايما الاثنين وانت بتحضر للهجمه دايما الاثنين السنتر باكس بتوعنا الاثنين المساكين فاتحين، واللي بيستلم القلب دونجا تمام هو ده اللي بيستلم القلب، والاثنين التانيين قدام عبد الله السعيد واحد يا اما جنب تريزيجيه يا اما تحت الفرود عندك. مشكله الفرق اللي دايما بتحب تلعب الكوره او اللي بتعمل بتبني هجمه ده لازم يبقى الخطوط قريبه جدا من بعضها. الميدفيلدرز لازم يبقوا قريبين جدا من يعني قريبين بيلعبوا مش على الخط. دونجا يمسك يلاقي حد يديله وين يرجع له يلاقي عبد الله السعيد يلاقي كده عشان تقدر انك يبقى ليك شكل في الفرق. امبارح واحنا بنتفرج على اوغندا وهما بيقطعوا دايما في ثلاثه في نص ملعب قريبين جدا من بعض، لمسه ولعبه ويغير الحته العكسيه. هو بيشتغل في مدير فني قاعد بيشتغل بيحضر واحد اثنين ثلاثه، والناحيه العكسيه اللي هي من ورا من عند المحمدي دايما فاضيه. لو خدت بالك كل الشغل يحضر في نص ملعب يضغط يحضر، احنا اتفقنا ان هو بالظبط والاثنين الميدفيلدر انت محتاج الحته دي، محتاج ان الاثنين في نص ملعب يبقى عندهم ثقه شويه في نفسهم. انا طيب. مش انا ما بلعبش في نص ملعب عشان مهمتي ان انا اقطع في الجزئيه دي بقى يا كابتن. اتفضل. يعني عبد الله السعيد عنده افضل الفرص انه يبقى نجم المباراه كل المباريات تمام، لانه انا لما يكون عندي الفرودين بتوعي الطرفين محمد صلاح وتريزيجيه بالسرعات والمساحات دي بالسرعات وحتى بالاهميه، يعني المنافس دايما وابدا على صلاح صح، وواحد والتاني بيروح لتريزيجيه، يعني الاثنين واخدين كل الاهتمام، ده مفضيين لك الدنيا كلها صح، ده انت المفروض تتصيط قوي، ومع هذا لا بيستلم ولا بيسلم. يعني هاجي لك على مروان، لكن انا بتكلم على عبد الله، ايه لغز هذا المركز برغم التسهيلات اللي في الطرفين دول؟
اتكلم كابتن. لا اتفضل يا كابتن. هو طبعا لانه في مدرب بيشتغل وفي مدرب ما بيشتغلش. المدرب اللي بيشتغل الراجل الفرنسي بتاع الكابتن اسمه ايه ديسابر، راجل واقف بيلعب مصر و70 80000 وشه بيبتسم وهادي جدا وعارف القدرات بتاعتك، زي مدرب الجزائر عارف انه بيلعب السنغال اخطر واحد ماني جاب له ولد صغير راح ممسكه، يبقى ده راجل بيفكر قبل الماتش ان في نقطه قوه في الفريق السنغال انا لازم اقفلها. كذلك عبد الله السعيد برضو انت الراجل اللي بيشتغل عارف ان عبد الله السعيد هو المفتاح، هو المفتاح اللعب، فبيعمل كثافه في وسط الملعب زي ما بيقول الكابتن بلال. بتبص تلاقي الكره بتيجي بتلاقي اربع خمس فنلات حمر بينقلوها من لمسه واحده برتم سهل لذيذ، وفي عمليه التحضين التحضين وشرط وحط سن الجزمه حد وروح واخدها لمسه 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 وبعدين يروح عاملها لك ورا المحمدي، وبعدين المحمدي راجل بيروح عليه 2 3 مفيش حد بيروح علشان يغطيه او يقفل الضغط اللي عليه ده. اول 35 دقيقه الراجل بيروح وبيقطم والشناوي بيشيل، يروح وقتهم يروح عاملها اوفر يطلع ويروح حاططها بدماغه تروح خطه في العرض. ايه ده؟ طب انا كراجل مدير فني وانا واقف ازاي الكلام ده بيحصل وفي ملعبي وبعالجوش على طول؟ تعالى اعمل تغيير. بقول لك كان باهر ليه يا كابتن بقى بيحصل كده؟ هو حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا يا باشمهندس، بس كابتن عادل يعني انا برضه اكمل على الكلام اللي بيقوله، لان دايما الاثنين الميدفيلدر اللي بيلعبوا في الملعب يا باشمهندس، واحد في حضن الاثنين المساكين بتوعنا اللي هو طارق حامد دايما في حضن المساكين بيرجعوا تمام، والثاني مع اتجاه الكوره مع سواء اذا كانت يمين او شمال، فطبيعي جدا طبيعي جدا ان دايما الناحيه العكسيه هتبقى فاضيه في عدم رجوع محمد صلاح، وهي دي مشكله وازمه المنتخب المصري في كل المباريات الثلاثه اللي فاتوا، في كل يعني هي بنت اكتر في اوغندا، لان اوغندا عندهم لعيبه كوره بيعرفوا يلعبوا كوره، عندهم واحد بيعرف يروح ضد واحد، عندهم فرقه بتعرف تعمل يعني بتعرف تبني هجمه بالزبط. تمام، عندهم مدير فني شغال من بره عارف ان دايما الناحيه اليمين فاضيه حافظين حاجه. انت مشكلتك كلها ان الاثنين الميدفيلدر بتوعك في الحاله الدفاعيه مش موجودين على خط واحد، مش ماليين الملعب بلغه الكوره، ده واحد بيقف قدام المساكين عشان دايما يبقى ماسك واحد البلاي ميكر بتاعهم او ماسك الفرود عشان يدي فرصه للاثنين السرد باكين بتوعنا او الاثنين المساكين بتوعنا انه ما يروحش واحد على واحد ضدهم، والثاني مع اتجاه الكوره سواء اذا كانت في ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. عشان كده مباراه امبارح يا باشمهندس كل كوره تتقطع من المنتخب المصري في نص ملعب تلاقي زياده عدديه للمنتخب الاوغندي ومساحات فاضيه بيقدروا يشتغلوا فيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو بتاعت عبد الله السعيد، عبد الله السعيد مش اللاعب اللي عنده سرعات تمام تمام، وبطبيعه الحال يعني هو تقل شويه صحيح تمام، فما بقتش الحركه سريعه تمام، حته ان انت تشتغل ويبقى عندك تشتغل بالمهاره الفرديه دي مش موجوده، ما بقتش مش موجوده في مباراه امبارح. هو نفسه ما بيخلقش نفسه بوزيشن كويس انه يشتغل فيه ويبقى عنده رؤيه سليمه. يعني هو امبارح عبد الله السعيد بيستلم دايما في الزحمه ودايما بيستلم بره على الخط، يعني دايما عينيه على الدبل باص فقط لا غير، عايز يستلم بتتقطع، عايز يستلم بتتقطع في نص ملعب، هو مش مدي لنفسه مكان في الملعب انه يستلم وهو فاضي عشان يبقى الرؤيه بالنسبه له رؤيه واضحه. يعني الباشمهندس وكابتن عادل قالوا كلمه مهمه جدا، انك انت كبلاي ميكر لما تستلم ده طبيعي، انك انت لما بتستلم بيبقى عارف التحركات بتاعه الفراوده اللي موجود او الاثنين الموجودين على الطرف عشان تقدر تشتغل عليها. امبارح عبد الله لا، حتى مش امبارح كمان في الماتش اللي قبليه واللي قبليه، عبد الله دايما بيستلم في حته مقتوله مقفوله بالنسبه له، المهم بالنسبه له ان الكره ترجع يا اما دبل باس يا اما تتلعب على طرف الملعب يا اما يبقى قريب جدا، يعني بيحاول يعمل مثلث داخل الملعب، وده مع الفرق اللي بتدافع بشكل كويس هيبقى صعب انك تشتغل عليها لانك بتشتغل في مساحه صغيره، فبتقفل على اللعيب اللي عنده مهاره وسرعه بالنسبه لك. هما لما كان بيروح على تريزيجيه امبارح كان دايما يقفل حته المساحه على تريزيجيه لعيب عنده مهاره. وانا لعيب في الملعب لازم ابقى عارف امكانيات اللعيب اللي معايا زميلي عشان اقدر استغلها عشان اقدر اشتغل عليها. النهارده عندك صلاح وعندك تريزيجيه لعيبه عندهم مهاره وعندهم سرعه، من الصعب جدا عليك كبلاي ميكر انك تشتغل في حته ال10 متر ما بينك وما بينهم، لان انت مش هتقدر تدي له فرصه انه يشتغل واحد ضد واحد، مش هتقدر تدي له فرصه انه يروح بسرعته. كطبيعه الحال انك لازم تنزل شويه مع الاثنين الميدفيلدرز بتوعنا عشان يبقى عندك مساحه واللعيبه دي كمان عندها مساحه، ده اللي ما كانش بيعمله امبارح عبد الله السعيد. عشان كده انا بايد كلام كابتن عادل ان طريقه اللعب في المباراه اللي جايه ممكن ما يكونش فيه عبد الله، او الافضل ما يكونش فيه عبد الله، ممكن يكون فيها ثلاثه ميدفيلدرز يدافعوا على لاين واحد تمام عشان تقدر تعمل التغطيه ورا محمد صلاح
وورا تريزيجيه. مين اللي يطور الهجوم بقى وتدي فرصه؟ كابتن حضرتك مين اللي بيطور في الهجوم في مصر؟ انت احنا بنشتغل من الباك للهاف، من الباك للهاف. لا هو كان الكابتن عبد الله سعيد الميزه الخطيره اللي كان فيه. كان كابتن. لا انا هتكلم على ميزاته، ما اعرفش كان ماشي. ممكن يسترد ده، بس انا شايف جت لقطه كده كان بيشمر دراعه فضل. شايف ان دراعه يا بيلعب جيم يا عنده اوفر ويت، يعني دراعه كان قد كده يعني. ال كان يلعب الكوره ويتحرك، يلعب الكوره دي القيمه الحقيقيه للكابتن عبد الله السعيد، انه عنده الفكر الثاني بعد الكوره انه ينطلق فبيقدر يستلمها تاني دبل باس او يعني ثلاث باصات 1 3 يعني، كان بيدي الملعب هذه الفاسيلتيز، هذه التسهيلات. النهارده لا الملعب مديها له ولا هو مديها له، فمضطر انه يستلم في الزحمه، لان اسهل عليه انه يستلم في الزحمه من انه يجري. صح. فبيستلم في الزحمه عشان يشوف حد بيتحرك يديله في مساحه فاضيه ما بيلاقيهاش. يعني الشغل بس ده مش شغل لاعب، ده شغل مدير فني. انا عندي عبد الله السعيد صانع لعب. انا بتكلم انا بحط نفسي مكان الكابتن عبد الله السعيد، هو بيفكر كده. عبد الله السعيد ده صانع لعب، انا كمدير فني لازم زي ما بيقول الكابتن بلال وزي ما حضرتك بتقول ان انا الراجل ده لما الكوره دي حجازي بيستلم في طارق بيروح، طب عبد الله السعيد يبقى فين في الحته دي؟ بيروح في مكان، المكان ده عايزك تستلم في الحته دي، روح استلم على الطرف في مكان تريزيجيه، وتريزيجيه يشق لقدام بحيث انك تستلم وظهرك والخط يبقى في ظهرك بحيث انك تستلم وانت شايف الملعب كله، وساعتها بقى ممكن انا استلم وابتدي اعمل الكره لمحمد صلاح. فده شغل مدير فني، وانا بعمل السبوره، انت هتتحرك في الحته الفلانيه بس لازم يكون في حاله بدنيه تسمح لي ان اعمل كده. ما هي الحاله البدنيه زي ما بنقول مش مساعداه، لان برضو ضغط المباريات مع السن كبر شويه، فدي برضو انا شايف انها مأثره عليه جامد جدا، وخاصه ان برضو النني مش في حالته، فما فيش حد شايل حد، يعني لا النني شايله ولا عبد الله السعيد شايله، وبالتالي الخلل ده محصور في الحته دي، انك انت في وسط الملعب كل الفرق اللي انت لعبتها، ثلاث فرق اللي انت لعبتها مسيطرين على وسط الملعب على طول، بيشكلوا خطوره عليك نتيجه ان انت عمليه التحضير للهجمه مش موجوده. زي ما انت بتقول حجازي بيستلم مفيش، وبعدين يروح عاملها طويله، وحتى البساطه الطويله من حجازي عدد كبير منها. لا مش حجازي، انا بقول ان هو عنده قدره انه يطور، لكن خط الظهر كان بيشتت، لان فعلا مفيش حد بيجي له، محدش بيجي له، علشان انا مفروض الراجل ده لما بيستلم. وبعدين الفتره اللي عبد الله السعيد كان متوهج فيها كانت الفتره اللي كانت الاخرانيه قبل ما ينتقل من النادي الاهلي. الفتره ديت كانت كلها مع مستوى محلي، مش افريقي ايوه ولا دولي ايوه. الفتره دي اللي احنا ما خدنا الدوري فيها كان اظن حسام كان هو اللي بيتولى. لا بس على حتى مستوى المنتخب يا كابتن عادل كان ثلاثيه عبد الله تريزيجيه صلاح، وحتى مع رمضان صبحي حتى، لا كان موجود هو قاسم مشترك. هو الراجل كان بيلعب بتسعه صلاح، الراجل كان بيلعب بتسعه مدافعين. طيب. حتى محمد صلاح كان بيسقط يلعب ورا فتحي، ما كان تقدرش تطلب دلوقتي ان محمد صلاح يعمل كده ولا النني طبعا. الاثنين عشان كده الخلل سيزون. عشان كده يعني الخلل ده موجود، عشان كده الخلل ده موجود. محمد صلاح ما بيقدرش يرجع، هو في ليفربول بيعمل ايه؟ هو بينزل وبيسقط، ورياض بيسقط وبيدافع، وزياش نفس القصه خالص. طبعا احمد جوال بقى مروان، يعني مرسل. الفكره كلها يا جماعه ان احنا عايزين برضو ننقل حلول في ما احنا قلنا الحل. انت كراجل سنتر فورورد كبير، مروان محسن مظلوم، وكوكا مظلوم، وكمان احمد علي لو خد هيتظلم. صحيح. احنا عمالين نتكلم على فريق ما بيوصلش خالص وما بيوصلش حد. طب الفراوده دول يعني الناس بتحمل على مروان كتير، يلعب كوكا ما نلاقيش الوضع مختلف كتير. انت كراس حربه بقى كبير، ايه الحجم الضرر او الظلم اللي وقع على مروان، وايه مدى مسؤوليته؟ لا مسؤوليه مروان هتبقى في الكرات المشتركه، في التحرك العرضي الجيد، وبيعمل ده عمل ده المباراه اللي فاتت. انا يعني كنت بالذات الماتش اللي فات عمل ده كويس. الماتش اللي فات كان دايما يعني دايما موجود على طرف من اطراف الملعب بيحاول انه يعني بجد هو كان احد الحلول يخلق لنفسه يعني مساحه انه يتحرك فيها عشان يبقى محطه جيده، وده شيء جيد في احد الحالات التاليه.
انك ما تلاقيش دايما الامداد الجيد من البلاي ميكر اللي بيلعب معاك. يعني انا مثلا انا ليه انا عندي كومنت على كومنتس كتير على عبد الله السعيد. ان لما يكون انا بيني وبين البلاي ميكر بتاع اللي بيلعب معايا 20 متر ومفيش ثلاث باصات طول المباراه، يبقى في ازمه في عند البلاي ميكر مش عندي انا كفيل. بالظبط تمام. هي دي مشكله كبيره جدا. مين يعني اللي بيشغلني؟ مش مين. انا بيني وبينك بنلعب 20 متر يعني. طبيعي لما اول عينك معايا، اول مهمه من مهام وظيفتك انت كبلاي ميكر انك تلعب مع الاسترايكر، لان هو ده اقصر طريق للجول. يعني اقصر طريق للمرمى بالنسبه للبلاي ميكر انك تعمل له ثرو باس يروح بيه على الجول، هو ده الهدف. الكلام ده ما حصلش الثلاث مباريات اللي فاتوا، يعني كل واتكلمنا فيه يمكن الحلقه اللي فاتت، وقلنا عبد الله السعيد دايما اتجاهاته خارج على اطراف الملعب، على اطراف ما بيبصش دايما في قلب الملعب، ودي نقطه سلبيه جدا 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 جدا. دي اهميه صلاح وتريزيجيه. النهارده وانت بتتفرج على السنغال بتتفرج على الجزائر، اللعب كله في العمق. الثروهات كلها في العمق، كلها في العمق. ليه؟ الفرو بيتحرك يا اما بتعمل دبل باس يا اما بيروح ثرو باس وانتهى الموضوع. على كده بتوصل لاقرب يعني اقرب طريق للجول هو العمق، تمام، واقصر طريق، عدد ثواني قليله بتقدر تضرب بيه الاثنين السنتر باكس بسرعه جدا، بطريقه بسرعه جدا لو الفرو بيتحرك. مروان المباراه اللي فاتت الحقيقه الكرات المشتركه، ودي حاجه من الحاجات السيئه جدا عند المنتخب المصري، كان متميز فيها امبارح. يعني شفت امبارح خدها كلها، مروان كان متميز فيها امبارح، ودي حاجه من الحاجات السيئه جدا عند المنتخب المصري في البطوله دي، ان كل الكرات المشتركه ده اللي قلقني كل اللي بتقولوه ده مش قلقني قد ان كور مشتركه مش بتاعت المنتخب المصري. ودي يعني حاجه للاسف كان بيقدمها مروان امبارح. كان بيديها بشكل جيد جدا. مروان مفيش اي امدادات عرضيه على الاطلاق. يمكن انا المباراه اللي فاتت يعني عشان الانصاف وطارق حامد يعني ماشي اوكي طارق حامد يعني انا يعني للانصاف معلش هتقولي بس بعد ما بتتمسك بتروح فين، ده موضوع تاني، ده موضوع اساسي يا باشمهندس اساسي. بس احنا بنتكلم الاول ان حلو عنده سبيريت عالي قوي، لعيب كويس، عنده مقومات دفاعيه قويه جدا، ولعيب محترم جدا في الملعب. ولكن انا جزء مهم جدا 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 من الاداء الهجومي بتاعي ازاي يشتغل الميد فيلدر بعد ما يقطع الكوره. ازاي يشتغل، هشتغل ازاي، هنقل نفسي ازاي، يعني هروح اهاجم ازاي. الكوره مش بس انك تقيس الكوره، الناس وتهاجم عشان تهاجم كويس، مش عشان تطلعها. يعني في تدريب زمان كان بيعمله لينا ازاي تقطع الكره في اقل عدد من الثواني توصل للمرمى الثاني عشان تسجل. كان بيلعبوا 13 ضد 13 تلت ملعب كل يوم. صح. كل يوم. صح. كل يوم عشان ما تقدرش تتنفس. واحيانا 10 ضد 13 احيانا و10 ضد 14. فعايز اقول لك ان هي دي المهمه، الميشن الثانيه بالنسبه للميد فيلدر، مش بس اقطع وباصي عرضي وباصي للخلف، اباصي لقدام. لو عمل الحته دي طارق هيتطور بشكل غير طبيعي، ودي حاجه المفترض يشتغل. ده لعيب في حته ثانيه. سوبر بجد يعني. فالنهارده المباراه اللي فاتت محمد يسجل هدف ولكنه لم يصنع اي كرات عرضيه طول المباراه. يمكن بص على الكروس باس اللي اتلعبت من ناحيه اليمين مش موجود. ايمن اشرف عمل الجول برده بس وعمل واحده ثانيه طول المباراه. بتلعب اوغندا، ما بتلعبش فرقه كبيره بطبيعه الحال. وانت بتلعب اوغندا انت اللي راكب الجيم بلغه الكوره، يعني الاطراف بتشتغل، يعني نص الملعب بيشتغل، يعني العمق فيه، يعني فاحنا العمق ولا اطراف. امبارح كمان من الحاجات السلبيه، المنتخب المصري لم عبد الله السعيد لم يصوب ولا تصويب على المرمى. المنتخب المصري لم يصوب تصويبتين ثلاثه على المرمى. مش امبارح، الثلاث ماتشات عبد الله ما عندوش. لا تريزيجيه شط واحده وصلاح واحده يعني. معقولين يعني. انت بتتكلم في فرقه بتلعبك زي اوغندا، احنا بنتكلم 11 شوت متذكرين حتى عشان كده 11 شوت فيهم 7-8 اون تارجت، وانت بتتكلم في 5 فيهم 4 منهم هدفين انت سجلتهم. انا متحيز لمروان بصراحه، انا مقتنع بيه كفيرود. فيرود رائع، ما عندناش غيره. فيرود رائع في الفتره دي ورائع. الدليل على يعني الدليل على كلامي. الله يشفي بقى كوكا، ما عندكش الا هو واحمد علي. احمد علي مظبوط. ده فيرود يعني الواجب الدفاعي والهجومي، الكرات العرضيه برجلين الاثنين، الالتحامات، كل المواصفات الفيرود الجيده موجود فيها. ونذكر الجمهور ونذكر حضراتكم الماتش الودي الثاني لما عبد الله زي ما قال الكابتن بلال كده، خد واحده الكوره اللي عبد الله السعيد الوحيده اللي عملها له في العمق عمل فيها ايه؟ جول. وبعدين احنا حللنا الماتش الجول ده على فكره، جول حلو قوي، وهو رايح عبد الله السعيد بيعملها له بطرف عينه، شايف الجول مش شاطها كده بالبخت، لا على طول طرف عينه وراح حاطط وش الجزمه، حاططها في المساحه دي. ما بتجيلوش حاجه خالص،
وبعدين كل التركيز على ان انا الاطراف تريزيجيه يجري ويروح قاطع لجوه ويروح يا اما يلعبها لمحمد صلاح يا اما يسددها، انما انا اروح على مروان وابتدي اشتغل معاه او مروان يطلع ما بتتعملش. هو مروان شغال انه يسند لده ويسند لده ويرجع له. المفروض ومفروض برضه من ضمن الحاجات اللي قال عليها كابتن بلال الكرات العرضيه، لما انا في ماتش زي امبارح الكرات العرضيه التيم اوغندا يبقى مثلا 17 18 كره عرضيه وانا 5 6 كره عرضيه، صعب جدا انا كراس حربه كمروان انا دي شغلتي يعني انا شغلتي ان انا الكرات العرضيه دي انا بقى اخش بدماغي، والراجل ده يعني ما بيخافش يعني لو في ستارز قدامه كده هيحط دماغه في الستارز عشان يجيب جول بالشكل الفلاني. فده طبعا انا من وجهه نظري مروان لو انا مسؤول الراجل ده ما يطلعش من الملعب. هو واضح ما هو مش معتمد عليه. لا يعني ما كل ماتش بيغيره، بس انا عايز بس اقول خلاص كل ماتش بيغيره. اضيف حاجه كمان يا كابتن بعد اذنك، يعني احنا في كل الفرق بكل يعني كل الفرق اللي بتلعب بالطريقه اللي بتلعب بها المنتخب المصري قدامنا دقيقتين دقيقه حاضر، كل الفرق اللي بتلعب بنفس الطريقه اللي هي 4 3 3 بنلاقي في بعض الاوقات الاثنين اللي بيلعبوا على الطرف زي تريزيجيه وصلاح بيحاولوا بقدر الامكان هم يلعبوا مع السنتر فيرو بقدر الامكان، سواء كان كرات عرضيه من على الطرف او ثرو باسز، وده مش موجود. احنا عندنا مشكله في الحته دي لان الاثنين اللي موجودين على طرف الملعب بتوعنا دايما الوجهه الاساسيه بتاعتهم ازاي اروح على الجول نفسه، ازاي اشتغل انا على الجول، حاجات مغيب السنتر فيرو، حاجات فرديه فبالتالي مش هتقدر تشتغل. انا لو ما كانش الاثنين اللي معايا هم افضل اثنين موجودين في الملعب وهما الاثنين اللي يقدروا يوصلوني للمرمى بشكل جيد يشتغلوا معايا كفيرويد، طيب ما دي ممكن تبقى احد الحلول والمفاجاه اللي ممكن يحدثها المنتخب. ده اللي ان الاثنين دول يشتغلوا على طرف شويه انك تشتغل واحد ضد واحد وتشتغل كروسات عرضيه بالظبط زي ما بنشوف صلاح في ليفربول بيعملها كتير، زي ما بنشوف ساديو ماني برده بيعملها كتير، تريزيجيه بيعملها كتير. فلازم يكون شغلني لازم تغير من ادائك. هي دي المفاجاه اللي ممكن نقدمها وتميزنا يا رب. اتمنى دي تحصل المباراه اللي جايه. لو حصلت المباراه اللي جايه هيبقى الموضوع هيبقى مختلف تماما، هتفتح الملعب بشكل كويس قوي، هتقدر تشتغل واحد ضد واحد وتعدي بسرعتك وبمهارتك تريزيجيه، هتقدر تشغل السنتر فيرورد عندك وهتدي فرصه كمان لعبد الله السعيد انه يكمل. ايوه دي اللي كنت عايزه. لو اتعمل الملعب كده بالظبط اعتقد ان عبد الله هيقدر يعمل لك اللي انت عايزه. انما كون انك صلاح وتريزيجيه دايما كده مع مروان بنقفل اول ملعب بتبقى صعبه عليه. مروان مش ملاقيها لا من هنا ولا من هنا ولا من هنا. كابتن عادل كابتن عادل انا عايز اقارن لعيب في المغرب اسمه نور الدين مرابط ده عمل سروب باص يا راجل للراجل في العمق. لا 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 ايه ده الجمال في العمق يا باشمهندس يا راجل ده بيدوس تعبير بتاعي بدقه يعني بيدوس في كل نجيله في الملعب بيدوس فيها بتلاقيه عند الباك رايت الباك ليفت الوينج ليفت راس حرب صانع لعب نجم كل ماتش لهم دور صانع اللعب بيقطع بيسلم بيعمل كل حاجه في الملعب على الرغم ان سنه كبير. انا لما قارنه باي حد عندنا في نص الملعب احنا نتمنى ولادنا في نص الملعب زي ما قال الكابتن بلال يبقى في طارق بيقوم بالدور ده مش انا اقطع وخلاص لا ده انا اقطع واروح وارجع ويبقى انا عندي اصغر منه بيجي 7 8 سنين فانا يبقى عندي من الجراءه ان انا بروح وبسلم وبباصي وبغطي ورا المحمدي حتى لو المدير الفني ما تعليمات كده لازم اروح اعمل الكلام ده. فطبعا الحته دي محتاجه قلب ومحتاجه تعليمات ومحتاجه ان الاولاد يبقى فيه تكاتف اكتر من كده ويعرفوا ان احنا الماتشات الثلاثه اللي فاتوا اي نعم احنا واخدين 9 بونت والف الف مبروك لكن في نفس الوقت برضو الاداء الجمهور مش مطمن واحنا كلنا مش مطمنين. احنا عايزين الكره اتعملت بالاستمتاع اوعى تقول لي بطوله من غير استمتاع هناخد بطوله طيب كويس بس انا كمان انا بدفع تذكره وعلشان اروح اتبسط. هقول لك انا رايي بقى في اخر 5 ثواني وانت اتفضل رايي. انا اللي مخليني متفائل الحاله اللي مش كويسه بتاعت منتخبنا. احنا كمصريين لازم ندهش الناس اذا حطيت فينا امل نخيب املك اذا رميت طوبتنا هنوصل للبطولة. وأنا شايف إن الناس قلقانة دي نقطة في صالحنا. الأمل في القلق. كابتن عادل كنا سعداء بيك النهارده جدا. ربنا يكرمكم متشكرين جدا. كابتن أحمد بلال دايما متألق. ربنا يخليك يا زلمة ربنا يكرمك. شكرا جزيلا لحضراتكم. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير ودائما النصر النصر.